أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم الأهلي خط أحمر. أهلا بك يا فارس. أهلا بك يا أسامة، وأهلا بجمهور النادي الأهلي اللي بيشوفنا، وإن شاء الله نقدم حلقة تلقى الرضا. بالتأكيد يا فارس، جماهير النادي الأهلي هي دايما رقم واحد في المعادلة بتاع كيان النادي الأهلي. على مدار التاريخ جماهير النادي الأهلي هي اللي قادرة إمتى تطبطب على اللاعبين والجهاز الفني، وامتى قادره انها تاخد بايديهم وتعبر بيهم اي محنه، وامتى برضه بتكون عندها حاله غضب وبتوصل جهاز او حاله انذار للجهاز الفني واللاعبين، عشان الكل يبقى عارف ان زي ما جماهير النادي الاهلي هي رقم واحد في كيان النادي الاهلي، برضه ما بتقبلش غير ان النادي الاهلي يكون رقم واحد في قاره افريقيا. بالتاكيد مباراه النهارده والتعادل مع بطل النيجر، الكارثة مش في النتيجة، بالتأكيد انت تعادل 1-1 قادر ان شاء الله تكسب الفريق ده كتير جدا 3-4 على ملعبك بسهولة ودون عناء يعني. لكن الحقيقة التخوف اللي موجود عند جماهير النادي الأهلي هو تخوف مشروع، لأن استمرار للأداء الغير مقنع للنادي الأهلي على آخر او تحديدا من بعد مباراة نهائي كايزر تشيفز، اعتقد يا فارس من حق الجماهير انها تكون عندها بعض القلق، و من حق اللاعبين او الجهاز الفني ان يوصل لهم زي ما في اشاده بتوصل لهم من الجماهير، يوصل لهم ايضا غضب الجماهير. بس انا اعتقد ان ردود الفعل طول الوقت تقريبا بتكون واصله، وجمهور النادي الاهلي قادر على الفرز، ودايما هو جمهور عنده الاستشعار عن بعد مبكر، ودايما بيكون زي ما هو سبورت ليك في اوقات كتير جدا، بيكون احيانا برضو نقده بيكون لاذع وقوي في بعض المواقف. النهارده التعادل بشوف ان كان بالامكان افضل مما كان. انت ممكن تيجي تقيس ظروف المباراه ان انت كان عندك غيابات، اكيد لازم نحط ده في الاعتبار، ولكن كمان الفريق اللي بيلعبك فنيا اعتقد كنت تقدر تخرج بنتيجه الفوز لو كنا ركزنا في بعض التفاصيل. طبعا حكم المباراه تغاضى عن احتساب ركله جزاء، وده لازم نذكره بعيدا عن ان انا اكدت ان انت كنت تقدر تحقق نتيجه ايجابيه افضل في المباراه. في النهايه انا فيما يتعلق بنتيجة المباراة مش قلقان على الأهلي، أنا عارف إن احنا هنعدي الدور ده إن شاء الله، وفي مباراة العودة هيكون عندك أدوات مختلفة نسبيا وهتقدر تقدم شكل أفضل، ولكن التفاصيل وأنا معني بالتفاصيل. طريقة 4-3-3 يا أحمد هي القصة مش متعلقة بالطريقة، ولكن في أوقات كتير ممكن نقول الغيابات النهاردة أجبرتك إنك أنت تلعب بحمدي فتحي وديانج والسولية، ولكن بشوف ان انت دايما عندك حتة بعد التقدم بتدي شوية شعور للمنافس ان هو ممكن يجاريك في الجيم او يلعب راس براس معاك او يدخل ند ليك، وانا متعود على شخصية الاهلي ما فيهاش الحتة دي، دايما لما بنتقدم بيكون حظوظك في المباراة كبيرة جدا. يمكن ده مش حاصل، دي نقطة الجهاز الفني محتاج يراجع نفسه فيها، دي مرتبطة بشكلك في بداية المباراة وشكلك بعد التقدم بهدف، تغييراتك وأدوار الملعب والواجبات اللي انت بتكلف بها اللعيب، ودي الحاجات اللي كان مهم جدا يطلع مستر بيتسو موسيماني يتكلم فيها بعد المؤتمر الصحفي، ويسيب بقى تقنية الفار والتحكيم وركلة الجزاء الغير محتسبة للاستوديوهات التحليلية والإعلام قناة النادي الأهلي. لكن بالتأكيد الأداء وفي كمان التغييرات موضوع أهم بقى شخصية النادي الأهلي. النادي الأهلي ما ينفعش أمام فرق بتكون دون المستوى، مع كامل احترامنا لكل الفرق سواء الموسم الماضي في الدوري المحلي أو فريق بطل النيجر، لكن ما ينفعش يكون في تصريح إن أنا الهدف بتاعي سجلته فأرجع أدافع. لا، شخصية النادي الأهلي إن أنا لما أسجل جول أسجل 2 أسجل 3 أسجل 4. وارد جدا الناس تتكلم عن أرضية الملعب، وأرضية الملعب مختلفة إلى حد ما، ولكن منتخب زي منتخب الجزائر على أرضية الملعب دي حتى لو في فارق عدد أيام قدم أداء ونتيجة وسكور، يعني الموضوع بالنسبة لهم كان فكرة أنا نازل بشخصية الجزائر اللي بيعملوا 31 مباراة بدون هزيمة، أنا هو ده النادي الأهلي. لما تيجي تطبق بقى على نادي في أفريقيا هو ده النادي الأهلي، النادي الأهلي اللي أنا بلعب خارج ملعبي زي داخل ملعبي، النادي الأهلي بيسجل جون، لعيبته لازم يكون عندها الشراسة والشراهة إنها تسجل الهدف الثاني. طبعا دي لقطات بعد المباراة، لا لقطات مغادرة النادي الأهلي للنيجر، طبعا نتمنى ليهم السلامة ووصلوا بالسلامة بإذن الله، وده طبعا لايف، ده حالا لايف، لعيبة النادي الأهلي بتغادر المطار في طريق العودة إن شاء الله لمطار القاهرة.
بالتأكيد يعني النتيجة باينة على وجوه بعض اللاعبين، لكن أنا أتمنى إن اللاعبين يعني يوصل لهم فكرة إن أنت لازم دايما شخصية النادي الأهلي تكون في اعتبارك، ما ينفعش إن أنا أتراجع بعد هدف. أتمنى ده يوصل للجهاز الفني، لأن بالتأكيد اللعيبة مش هتتراجع غير بتعليمات من الجهاز الفني. فكرة إن أنت تقدم بهدف وتفكر إن أنت هتطلع فايز بالمباراة، أعتقد المفترض مستر بيتسو موسيماني قال تعلمت الدرس بعد نهاية الدوري، ما هو ده كان أحد أهم العيوب اللي كانت موجودة في الدوري، إن إحنا كنا بنجيب هدف ونفضل متراجعين. بالتأكيد اللعيبة أكيد. أنا عايز أخد من الصورة بتاعة طاهر دي يا أسامة، أنا عايز بس أكد على النقطة، تعلمت الدرس دي حصلت معانا في الدوري أكتر من مرة، وكنا متقدمين 1-0 وتراجعنا في مباريات كتيرة جدا، في الدقيقة 86 لحد الدقيقة 93 بنستقبل هدف التعادل. أتمنى إننا المباراة دي تكون بقى تأكيد على الدرس، بس لازم تتعلم هذا الدرس. من صورة طاهر، يعني طاهر وهاني تحديدا، التركيز في القرار، القرار الدفاعي والقرار الهجومي. طاهر في مواقف كتير جدا القرار الأنسب في اللعبة هو إيه وتوقيت القرار. أعتقد طاهر كإمكانيات قبل انضمامه للنادي الأهلي كانت إمكانيات مبشرة، ونقدر نرجع لوقتها كان انطباعنا عن الصفقة إيه، ولكن طاهر مع النادي الأهلي محتاج يركز في القرار، القرار إمتى يكون هو المناسب، إمتى يقدر يشوط، إمتى يقدر يمرر، إمتى يفكر في الحل الفردي. كمان محمد هاني القرارات الدفاعية والتدخلات والالتحامات واحد على واحد في الهواء. فكرة ان انا لازم اطور من ان انا ابقى بول وينر، في اوقات كتير جدا لازم العب على ان انا اقدر اخد الكورة، لان كتير جدا في طرق اللعب الحديثة خصوصا ان احنا بنلعب باربعة، الفول باك بيدخل يغطي التغطية العكسية او بيضم للقلب مع ترحيل الفول باك العكسي ليه، فيمكن دي محتاجة شغل، والمدير الفني دوره ان هو يرجع يراجع التفاصيل دي ويشتغل عليها بشكل جيد بحيث نشوفها منعكسة في نتائج. تعرف يا فارس نقطة يعني محمد هاني، احنا طبعا بنتمنى له التوفيق في المباريات القادمة، ولكن لما اكون انا كمدير فني شايف ان انا في خطورة من الجبهة اليمنى ولاعيبة بطل النيجر بدأوا يوصلوا لدرجة ان في كرة ارتطمت بالعرضة ونزلت بره الخط، فانا اللي كنت اتفهمه ان احنا تغيير او محاولة اجراء تغيير في الملعب بنزول اكرم توفيق مكان محمد هاني، فعندنا ازمة، وده برضو لازم نتكلم فيها، ان انت مسافر ب 19 لاعب فقط لا غير، تلات اجنحه فقط لا غير، لعبت باثنين ونزلت بكابتن وليد سليمان تغييره منهم، فنزلت اكرم توفيق. طب انا عندي مشكله هنا في الجانب الدفاعي في الباك رايت، ليه ما لعبتش اكرم توفيق؟ ما كانش بدري، اتاخرت، انزل اكرم توفيق اطلع محمد هاني بحيث لو في اي مشكله في الالتحامات في الامام يقدر اكرم توفيق قوه في الالتحامات يعوض اي خطأ ممكن يحصل في وسط الملعب، لكن انا ما تفهمتش اكرم توفيق اللي نزل لعب قدام محمد هاني. بس هي في النهايه وجهه نظر مدير فني، وان كان اكرم توفيق يعني شكل خطوره هجوميه، ومنها طبعا الكره اللي هي بلا شك يعني هي ركله جزاء، وبالتاكيد في ركله جزاء في المباراه، وفي طرد مستحق لمدافع فريق الحرس الوطني بطل النيجر رقم 3 في التدخل العنيف بالاسترزاد مع طاهر محمد طاهر. لكن انا مع كامل احترامي انا هنا لازم اقيم اداء، في اخطاء تحكيميه والحمد لله الفار اتخذ قرار او الكاف اتخذ قرار ان دور المجموعات هيكون في تقنيه الفار على عكس البطوله الماضيه، فنتمنى ان دي تكون تكمله لدرس الموسم الماضي، ونتمنى ان احنا عندنا اربع تحديات اخرى منهم طبعا تحدي بطل النيجر، وباذن الله باذن الله هنصعد لدور المجموعات وهنفوز عليه بسكور ان شاء الله. لكن انا عندي ثلاث مباريات في الدوري قبل التوقف الدولي، والثلاث مباريات طرفين، الاسماعيلي مباراه والزمالك الجوله الثالثه وفي الوسط البنك الاهلي، والثلاثه الاسماعيلي اخر مباراه تعادل 1-1 بعد ما كنت متقدم عليه وتراجعت، البنك الاهلي كنت متقدم 1-0 وبرده انتهت 1-1 وتراجعت، نادي الزمالك برضو اخر مباراه في الدوري كنت متقدم 1-0 وايضا تراجعت واستقبلنا هدف التعادل. فالثلاث مباريات دول هم ثلاث مواقف كان فيهم دروس من الدوري الماضي، فبالتالي مع المباراه دي يبقى انا لازم اتفهم لو فعلا تعلمت من دروس الدوري الماضي، يبقى انا لازم اكون نازل عارف كويس قوي ان انا هسجل هدف واحاول اسعى اسجل الهدف الثاني، وان فكره التراجع على هدف واحد غير مضمونه، خاصه ان انا ليا مع الثلاث فرق دلوقتي يا فارس سوابق. انت عندك زي ما انت قلت البنك الاهلي مضيع عليك الدوري بنسبه كبيره جدا ذهاب وعوده المباراتين،
والزمالك هو بطل الدوري الماضي، فانت شخصيتك محتاجه تبان من بدايه الدوري. احنا عندنا ثقه تامه ان احنا هنتجاوز عقبه بطل النيجر وهنوصل، ولكن احنا كهنا بنرصد كظاهره اعلاميه او صوت الجمهور. في النهايه انت منتظر، وطبيعي اهداف النادي وادارته ان هي تشوف الفريق بيحقق نتائجه وبيحقق تحسن على الاخطاء او التفاصيل اللي وقف عندها قبل كده. ممكن حتى نبص على احصائيات المباراه سريعا، ممكن لان هي هتبين هتبين اللي احنا بنقوله انعكس في ايه. انت على مستوى الاستحواذ انت ما قدرتش تفوز بالاستحواذ في مباراة خارجية، على عكس كتير جدا من المباريات كنت بتقدر تعمل ده. على فكرة احنا لازم نحط في اعتبارنا ان اكيد كان في غيابات وده ما بننكروش، ولكن في رأينا ان الكفاءة الفنية للنادي الاهلي حتى في وجود غيابات هي تتخطى الكفاءة الفنية لبطل النيجر، وده طبيعي بحكم ان انت عندك سكواد قوي. كمان المحاولات هنا انت ليك محاولتين مقابل 7 محاولات لبطل النيجر، والجاي المحاولات 6 محاولات مقابل 3 اون تارجت، في 6 محاولات مقابل 3 اون تارجت مقابل 4 لفريق الحرس الوطني، عندهم 1 اون تارجت. طبعا اللي جت في العارضه يعني ما بتبقاش اون تارجت، فاللي جت اون تارجت اتسجلت هدف. عندنا نسبه الاستحواذ لصالح فريق برضو يعني صعب جدا الحرس الوطني. الاصعب بقى ان ده رقم، اعتقد ده الرقم الاقل في عدد التمريرات اللي في عهد بيتسو موسيماني، يعني 229 تمريره صحيحه من 346 بدقه 66%. ده وارد ان انت بتلعب على ارض ممكن تكون نجلات عاليه، وارد ان انت ما كنتش قادر تخرج بالهجمه بشكل صحيح، لكن ده رقم بيوضح لك قد ايه انت فقدت الاستحواذ. وكمان يعني الرغبه في الفوز مش متواجده خالص في 346 تمريره. كمان الاهداف المتوقعه انت كنت برغم ان انت صنعت 7 فرص تقريبا، لكن كان هدفك المتوقع 1.31% مقابل 93% لفريق الحرس الوطني اللي عمل عليك فرصتين محققتين سجل منهم هدف. بالتاكيد الاحصائيات بتوضح يعني المشاكل الفنيه اللي كانت موجوده في المباراه، ولكن خلاص مباراه لازم هنقف عندها، ولازم زي ما قلت نركز جدا في الاستحقاقات القادمه، وتحديدا 3 مباريات الدوري قبل التوقف لمباريات المنتخب. لازم باذن الله ان شاء الله نكون حريصين جدا مع الصفقات الجديده، لان لازم نقول ان المباراه دي ما كانش فيها صفقات جديده بسبب الموسم الماضي والقيد اللي اتاخر. فانت هتلعب بالصفقات الجديده في بطوله افريقيا ان شاء الله بدءا من دور المجموعات، وهتلعب بالصفقات الجديده اللي هي من اختيار المدير الفني بيتسو موسيماني مع انطلاقه الدوري. فالطبيعي ان انا لو هلتمس لك بعض العذر للغيابات النهارده، فاكيد المفترض ان انا اشوف مع بدايه الدوري اداء مختلف، نتيجه مختلفه، تطور فني في مستوى الفريق، لان ده انت خلاص اخترت الصفقات اللي انت قادر من خلالها تكون وجهه نظرك وتقدر تكون هي ادواتك في الملعب. نقطة برضو عشان بعض جماهير النادي الأهلي ما يكونش عندها حالة من التشاؤم في البطولة 11 اللي إن شاء الله نحققها، عايزين نقول إن الكلام ده حصل وبيحصل في أي مباريات للمدير الفني، وأحيانا الفريق بيكون في الدي أوف بتاعه. مباراة سيمبا التنزاني لو تتذكروها جيدا اللي كانت خارج ملعبنا، لعبنا 4-3-3 وزودنا كمان مدافع أو ميد فيلدر رابع في التغييرات، واتهزمنا 1-0 بهدف من كيسوني اللي هو لاعب الأهلي حاليا، وكان قبلها في تعادل في القاهره مع فيتا كلاب 2-2، ولكن قدرنا نكمل المشوار وقدرنا نحقق البطوله. اللي احنا بنقوله ده هو انتقاد ل 90 دقيقه وجرس انذار وصوت جماهير محتاجين ان هو يوصل للجهاز الفني والمدير الفني في الاستحقاقات القادمه. تفائلوا ان شاء الله الامور يعني باذن الله باذن الله الاهلي بطل هذه البطوله المره الثالثه على التوالي. عايز اخد من كلامك بما انك انت اتكلمت عن الدعم بالصفقات، كمان كان في خبر النادي الاهلي نزله، هو ده انا بشوف ان انت الاداره هنا وفرت صفقات جيده يا اسامه للمدير الفني، وكمان هي قدرت تحافظ لك على الاجواء. لما بدا الاعلام يستغل فكره وجود مفاوضات، انا بشوفها بسميها في رايي هي مفاوضات الرفاهيه، بمعنى ان انت المدير الفني عقده ممتد معاك لموسم، بتشوف على اللونج تيرم انت ممكن تعمل معاه ايه، فبتقعد تتفاوض. فبتلاقي بعض من الاعلام او الباحثين عن المشاهدات في اماكن اخرى بيبدا يحول الموضوع لحدث. دورك هنا كاداره ان انت طلعت قلت لا، الراجل عقده ممتد في كل الاحوال لمده موسم وهو بالشروط القائمه ولم يحدث تغيير في الشروط. اذا انت هنا وفرت لاعبين
وفرت استقرار إعلامي واستقرار فني. يجي بقى دور انك بتنتظر تشوف مردود ده، وهنا لازم جمهور النادي الاهلي يطمن ان ده بيتقيم طول الوقت، انت بتعمل الدور اللي عليك وبتشوف مردوده، لو مردوده ايجابي تمام، لو مردوده فيه سلبيات برضه بتقف عندها، وكل وقت بتقدر تشوف حيثيات ومعطيات الموضوع. بالتاكيد يا فارس، واعتقد النادي الاهلي بمجلس ادارته بيتصرف وفق منصاته الرسميه، مفيش اي حد يمثل اعلام النادي الاهلي غير منصات النادي الاهلي الرسميه، سواء قناه النادي الاهلي او المركز الاعلامي والمتحدث الرسمي عن مجلس اداره النادي الاهلي. وحسنا فعل النادي الاهلي ان هو ازاح فكره اللغط اللي كان داير عن فكره تجديد بيتسو موسيماني من عدم تجديده. في النهايه بيتسو موسيماني عقده ممتد لنهايه الموسم، ففكره ان انت تبقى مستعجل على التجديد او مستعجل على المفاوضات، او المفاوضات وصلت لفين او ما وصلتش لفين، ده كله يعني من شأنه زعزعة استقرار الفريق. ما ينفعش نندرج أو ننجرف لده، الراجل مكمل معاه لنهاية الموسم، وده اللي أعلنه النادي الأهلي عبر منصاته وعبر رئيس لجنة كابتن أمير توفيق التعاقدات، مدير التعاقدات، قدر ان هو يقول ان خلاص الأمور على ما يرام. وحتى يمكن كان بيتسو موسيماني نازل تويتر زي ما حضراتكم شايفين، ده طبعا بيدج النادي الأهلي الرسمية بيتكلم عن الكابتن أمير توفيق، موسيماني مستمر مع الأهلي ولم يطلب زيادة في راتبه، فبالتالي خلاص دي المنصة الرسمية للنادي الأهلي، فالموضوع نقفله ونركز فيما هو قادم. وزي ما قلت عندنا استحقاقات قادمة، عندنا كمان يعني خلاص مش بس عندك الإسماعيلي والبنك والزمالك، احنا تم إعلان مباريات النادي الأهلي في مسابقة الدوري، ويمكن حتى القرعة بشكل يعني في قدري كده تم اختيار النادي الأهلي رقم واحد، واللي اختار حتى اسم النادي الأهلي هو كابتن أحمد حسام ميدو، طبعا لاعب الزمالك الأسبق. والأهم من كل ده أن تقريبا 90-95% من جماهير النادي الأهلي وهي بتشاهد قرعة الدوري طبعا توقعوا أن بعد ما رقم واحد ظهر هيكون النادي الأهلي، قدر النادي الأهلي يكون رقم واحد حتى لو في القرعة. فأتمنى تكون دي الرسالة اللي واصلة للجهاز الفني واللاعبين، وبإذن الله واثقين تماما أن أنتم هتكونوا رقم واحد في نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتعملوا إنجاز لم يحققه أي فريق، لأن النادي الأهلي هو المعتاد عليه تحقيق هذه الإنجازات. القرعة خرجت بشكل محترم جدا، لازم أحيي وأشيد بكل اللي كانوا مسؤولين عن ظهور قرعة الدوري المصري بهذا الشكل الذي يليق بمنتج الدوري المصري. ننتظر تفعيل الحاجات اللي اتقالت بحيث تشوف جودة صورة، بحيث تشوف انتظام في جدول الدوري، بحيث تشوف ان مواجهة الأهلي والزمالك في موعدها. وبمناسبة مواجهة الأهلي والزمالك مع إصابة الشناوي، شفت كتير جدا من المنتمين لإعلام نادي الزمالك رسميا عندهم وجهة نظر ان المباراة والمؤجلات وممكن تتأجل بسبب إصابة الشناوي. حب بس يا جماعة ببساطة، مش هتكلم في تاريخ وان النادي الأهلي فاز بالناشئين في 85 في أعقاب الأزمة الشهيرة، احنا تجاوزنا ده بكتير جدا، ولكن اللي حابب اقوله اخر مباراه فاز فيها النادي الاهلي على الزمالك كان علي لطفي هو حارس مرمى النادي الاهلي، فحتى الطرح يفتقد المنطق. فاتمنى الهدوء وان احنا نفكر بس بقليل من العقلانيه، مش هقول بكثير من العقلانيه، لان لو في كثير من العقلانيه اصلا الطرح مش هيبقى موجود. بما اننا بقى بنتكلم عن مباراه الاهلي والزمالك، لكن ممكن نستعرض القرعه برضه عشان يبقى ايه الجماهير متابعه معانا مباريات النادي الاهلي اللي هتبتدي ان شاء الله بالاسماعيلي، وعندنا نقاش بعد الفاصل في القصه دي، وبعد كده البنك الاهلي، الزمالك، المقاولين، غزل المحله، سموحه، فيوتشر، الوافد الجديد، بيراميدز، الجونه، مصر المقصه، فاركو، الاتحاد، المصري الشرقيه، ام بي طلائع الجيش، وهننهي المسابقه بفريق سيراميكا كليوباترا. حابب اقول ان انا بتفائل فأل حسن لما بنلعب او بنواجه فريق الاسماعيلي المباراه الاولى في الدوري، لان حصلت قبل كده لما كان باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي، وبرغم الاخفاقات اللي حصلت بعد المباراه الاولى اللي انتهت بالتعادل، ولكن قدر النادي الاهلي يحسم في النهايه الذ الدوري، دوري ال 41. ثم حصلت طبعا الموسم قبل الماضي برضو فوزنا 1-0 وقدرنا اننا نحسم بطوله الدوري، فده فأل حسن ايا كانت المباراه، سواء في القاهره، في اسكندريه، في الاسماعيليه، ان شاء الله يكون فائل حسن، وان شاء الله يكون النادي الاهلي بطل الدوري. لكن كان لسه فارس بيتكلم عن مباراه الاهلي وزمالك، عندنا في مباراه كده يمكن اسيست محمد صلاح النهارده اعادها للاذهان، يعني محمد صلاح حديث العالم كله بيطالب حاليا طبعا جماهير الكره المصريه بانه يكون هو افضل لاعب في العالم، وهو يستحق ذلك رغم ان الانجازات على مستوى المنتخب او مستوى الفريق الموسم او السنه دي ما كانتش هي الانجازات، لكن ارقام فرديه كبيره جدا. النهارده بيتساوى مع دروجبا كافضل افريقي او اعلى عدد اهداف في البريمير ليج سجله لاعب افريقي، كان
محمد صلاح وكان ديدييه دروجبا 104 هدف، ويمكن ساديو ماني سجل الهدف النهارده 100، ولكن الاسيست بقى اللي صنعه محمد صلاح لساديو ماني في 2021 كان صنعه وليد سليمان في يناير 2018. ده الاسيست العالمي اللي كل الناس اتكلمت عنه. طبعا محمد صلاح اللي طبعا لما بيلعبها في ليفربول بيلاقي اللاعب اللي بيسجل اهداف، يمكن لعبها في ماتش منتخب مصر وليبيا، ولكن اللاعب اللي كان المفترض الاسيست ملعوب له يعني ما قدرش ان هو يجري او يسجل هدف. لكن في وليد سليمان في 2018 لو استعرضنا الصوره كمان معانا الهدف صوت وصوره، 3-1 مباراه 3-1 نفس الكوره، نفس الكوره وليد ازارو بالظبط تعامل معها وليد ازارو بشكل لائق جدا، وليد وكابتن وليد سليمان من وليد لوليد وش رجله الخارجي، وده طبعا الهدف اللي كان فيه حديث كتير طال احمد الشناوي بعدها. هو تقريبا بص القطع وش رجل خارجي وليد سليمان وش رجل خارجي ثم وليد ازارو وش رجل خارجي، يعني صلاح عملها النهارده اسيست. لكن ثلاث لاعبين من الاهلي سجلوا هدف في هجمه مرتده واعاده في تحول في مباراه انتهت 3-0 للنادي الاهلي. يمكن دي كانت المباراه او اول مباراه قادها الكابتن ايهاب جلال بعد تعيينه مدير فني لنادي الزمالك، وفاز النادي الاهلي 3-0 وش رجل خارجي في النادي الاهلي مركب مسجل. انا عايز اخد من اللي احنا بنقوله النهارده ده لكلام احنا كلمناكم فيه قبل كده، وهو صلاح مع المنتخب المصري وصلاح مع ليفربول، واتكلمنا ان فكره مواجهه ليفربول بمجموعه من اللاعبين بقدرات فيرمينو بقدرات ساديو ماني بقدرات كتير جدا حتى من الاظهره بيختلف تماما عن انك تكثف الرقابه الفنيه على لاعب زي محمد صلاح. اعتقد بيكون الموضوع مختلف، والحلول الاخرى اللي بيطرحها اللاعبين مختلفه. فاكيد صلاح نجم على مستوى الاداء الفني، هو اصبح من افضل اللاعبين في العالم ان لم يكن افضلهم بشهاده كتير جدا من الخبراء اللي فعلا بيقولوا رايهم بلا حتى هوى او انتماء او اسباب تدفعهم ان هم يقولوا ده. نتمنى التوفيق لمحمد صلاح، وفعلا اتمنى ان هو ياخد جائزه افضل لاعب في العالم، لان ده شرف للكره المصريه بكل تاكيد. ايا كان البعض اللي بيحاول يعني يعقد مقارنات، اعتقد لكل جيل اساطيره، وكل اسطوره هي معروفه جدا تقديرها واحترامها من قبل جماهير كره القدم المصريه التي تتذوق بالفعل كره قدم، زي ما احنا دلوقتي بنتمنى لمحمد صلاح ان هو يحقق لقب افضل لاعب في العالم. لكن كنا حابين بس نربط بين وليد سليمان ومحمد صلاح، بالتاكيد يعني اثنين لاعبين مصريين، وبالتاكيد محمد صلاح مع ليفربول غير محمد صلاح مع منتخب مصر. وان كنت عندي توقع ان مع كيروش محمد صلاح هيتوفر له الاجواء اللي يقدر يستطيع فيها يقدم افضل مستوياته مع منتخب مصر تعويضا او عوضا عن الفتره الاخيره. نطلع فاصل؟ هنطلع فاصل، وانتظرونا بعد الفاصل ومزيد من الفقرات الهامه ان شاء الله. اهلا بحضراتكم مره اخرى، والاهلي خط احمر. طبعا احنا دايما هنا بنكون داعمين لمنتخب مصر لان دي طبيعه الحال، ودايما بنشوف ان مصلحه مصر هي رقم واحد قبل اي شيء. ولما بنقول الاهلي فوق الجميع بنقول الاهلي فوق جميع ابنائه، وان الاهلي نادي اكيد عناصره بتخدم في النهايه المنتخبات الوطنيه. وبالتالي لما يجي حد مسؤول في اتحاد او في منتخب ويبدا الحديث عن فكره بعض من المجاملات او بعض الاخفاقات في انه يكون اختار القرار صح وينسب ده عشان مجامله للنادي الاهلي، فلازم يكون لنا وقفه ونوضح الامور، لان هو ده الهدف، ان النادي الاهلي زيه زي كل الانديه في الحقوق والواجبات. لكن ما ينفعش يكون في اخفاق في قرار من مدير فني ويجي يقول اصل انا كنت بجامل او بحاول اخدم مصالح النادي الاهلي في بطوله افريقيا، وده على ارض الواقع الا نثبته انه مش صحيح. فتعالوا نسمع الكابتن حسام البدري مدير الفني لمنتخب مصر السابق وهو بيتكلم عن فكره الغاء معسكر الموسم الماضي اللي هو معسكر يونيو من 1 يونيو حتى 15 يونيو واسبابه ايه، عشان نرجع نحقق في الموضوع. نشوف الفيديو. انتقدوك كابتن في الاعلام ان حسام البدري ايضا من ضمن اخطائه انه لم يستغل الاجنده الدوليه للفيفا
وما طلب مباريات دولية ولا عسكر للفريق وهذا أثر على الأداء. هل فعلا حسام البدري يعني موضوع الأجندة؟ أنا لعبت مباراة في المرحلة الأولى، لعبت مع بوتسوانا ولعبت مع ليبيريا، كنت بلعب في الأجندة. لكن أما حصل أن تاني موسم على التوالي يحصل التلاحم بتاع الموسمين بالإرهاق الكبير ده، وفي نفس الوقت وصول النادي الأهلي للنهائي على مدار النهائي الأفريقي على مدار عامين، وأنا بيعتبر تقريبا 60 أو 65 أو 70% من قوام المنتخب بيبقى من النادي الأهلي، والغالبية الأكثر كمان من نادي الزمالك. فبالتالي كنت بفضل أن في الأجندة دي يبقى في فترة راحة، لأن وقتها الناس بس بتنسى، أنا بقولها أن في أجندة كان وقتها أن النادي الأهلي هيلعب بعدها على طول نهائي أفريقيا. فمنين ان انا افكر في مصلحه فريق مصري، مش عاوز اقول طبعا انا كنت مدرب منتخب فريق مصري، وافكر في مصلحه الفريق ده على اساس ان هو ما يبقاش مرهق، ما تبقاش فيه اصابات. الاجنده ما كانتش هتفيدني، بل بالعكس كانت الاجنده هتزود الضغط على اللعيبه، هتزود الارهاق على اللعيبه، فبالتالي كانت هتبقى سلبيه اكتر. فيمكن انا كنت اما بتيجي وقت الاجنده كنت بستغلها في وقت ان انا احاول اريح اللعيبه اللي هي بتواجه اسوأ يعني موسمين من حيث الضغط ومن حيث المباريات ومن حيث كم المباريات، فكنت بحاول ان انا اساعد اللعيبه شويه في فترات الراحه. طبعا كابتن حسام البدري قال جمله يعني استوقفتني، وهي ان الناس بتنسى، وده حقيقي فعلا ممكن الناس تنسى. ولهذا بنذكر الكابتن حسام البدري لانه بالتاكيد من ضمن الناس، ونقول ان في بعض المعلومات ما كانتش واضحه او ما كانتش صحيحه. اولها ان الناس او قال الجمله بعد الناس بتنسى ان النهائي الاهلي كان بعد التوقف ده هيلعب النهائي على طول. طبعا التوقف ده كان من 1/6 ل 15/6، النادي الاهلي كان لسه هيلعب الدور قبل النهائي ذهابا مع الترجي، وكان اتحدد له قبل ميعاد التوقف ده 18 أو 19/6، والنادي الاهلي لعب مباراه الذهاب مع الترجي في تونس، ثم بعدها باسبوع لعب مباراه العوده، فما كانش لسه اصلا النادي الاهلي وصل للنهائي. ده رقم واحد. رقم اتنين، فكرة التلاحم وتاني موسم يكون فيه تلاحم على التوالي. أنا تقريبا ما بقتش فاكر الموسم اللي النادي الأهلي قدر يفصل فيه، لأن النادي الأهلي تقريبا آخر 5 سنين وصل فيه 4 نهائيات، فتقريبا كان كل موسم فيه تلاحم عند النادي الأهلي. حتى كان الموسم اللي كان الكابتن حسام البدري مدير فني للنادي الأهلي أيضا كان فيه تلاحم، فبالتالي فكرة التلاحم مش عذر أبدا لإراحة النادي الأهلي. وأنا ما عنديش مشكلة لو بالفعل إلغاء المعسكر ده كان سببه فعلا إراحة النادي الأهلي من أجل تحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا ووصوله للنهائي، لكن المشكلة أن يكون ده مش حاصل ونقول أن ده حاصل، لأن بالتأكيد الموضوع يا فارس مختلف تماما عن فكرة النادي الأهلي. هو احنا كابتن حسام البدري سياسة أنه بيشيلنا جمايل، أنا ما عنديش مشكلة أن أنت يا كابتن حسام تحاول تتبرأ من أشياء كتير جدا، بس الورقة والقلم بتناقض اللي أنت بتقوله وبتبين أن في كلام كتير مش موضوعي. زي فعلا طبعا في إرهاق، طب ما احنا متفقين أن كان في تلاحم مباريات، زي أن لاعبي المنتخب الأولمبي كنت أنت بينضموا وكان ده مأثر، كل ده حقيقي. ولكن فكرة بقى أن كان النادي الأهلي في هدف لإراحته، ده اللي هنشوف إذا كان فعلا هل السياسة القائمة على إدارة الكرة المصرية كان بتقول كلام يعكس إن كلام كابتن حسام البدري صح، ولا بيشيلنا جمايل. نطلع ونشوف الفيديو ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بيتكلم وبيوضح اللي كابتن حسام البدري أصلا قاله، ممكن نشوفه صح ولا غلط. بعض الكلام والهمهمات حوالين بعض الامور في الاجندات الدوليه يمكن يحصل فيها اي حاجه او تعديل تاخدنا مثلا كمان اسبوعين ثلاثه من الدوري ممكن يتلعبوا. والله احنا هنقعد مع لا لا لا، الهمهمات دي ما عداهاش، قول لي ايه اللي هيحصل، تاجيلات ايه لا لا لا، لسه 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 الكلام مش اكيد. لكن في كلام ان ممكن يحصل بعض التعديل في الاجنده الدوليه، ممكن يحصل بعض التعديل في الاجنده الدوليه خاصه بالمباريات الرسميه في افريقيا. فلو حصل كده ممكن ياخدنا في كمان اسبوع 10 ايام. بدري مش متاخر، بدري مش متاخر كويس. يبقى النهارده لما نقدر نقعد مع الانديه، لو الانديه ابدت بعض المرونه، بعض المرونه في انها تتنازل عن بعض حقوقها، عشان ما اقولش ده حق اتحاد الكوره
فاخده غصب عنك. بالعكس يعني لو حد ممكن وما تضمنش مين اللي هيكون مختار للمنتخب الاولمبي ومين مش موجود. لو الانديه ادت بعض المرونه في المساله ممكن نخلص بدري. ضغطنا ممكن نخلص. لو احنا وصلنا للامثل يعني احنا بنتكلم ان ممكن نخلص 30/8 بدل 30/9 وصلنا للامثل ان ننهي 15/8. الفيديو ده في تاريخ 2 مايو كانت الفكرة فيه إن ما كانتش همهمات إنما كانت معلومات مسبقة لدى رئيس الاتحاد بإن هيكون في بعض التغييرات في الأجندة. هو بقى فكر إزاي؟ فكر زي ما أنت بتقول فعلا إن يكون في راحة للاعبين المرهقين فبسببهم إن أنت تأجل. ده ما حصلش. ده هو قال أنا عايز أخلص الدوري 30/8 بدل ما خلصه 30/9، يعني مزيدا من المباريات المضغوطة اللي كان أكتر فريق عمليا ونظريا متضرر فيها هو أكتر فريق خد مباراة محلية وإفريقية والنادي الأهلي. إذن التفكير اللي كابتن حسام البدري روجه لنا ما كانش على أرض الواقع وبالورقة والقلم موجود إطلاق. فارس، احنا لاعبين أو بيتسو موسيماني خد غرامة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم لما قال بعد مباراة الزمالك 14 مايو ان انا فريق صن داونز واخد راحة اكتر مني وكنت اتمنى ان اتحاد الكرة يعطي راحة للنادي الاهلي قبل مواجهة صن داونز في دور الثمانية. ففكرة ان انا اصدر فكرة ان انا بريح النادي الاهلي ولعبته اعتقد يعني امر صعب جدا. لكن الكابتن احمد مجاهد في لقاء اخر اتكلم بقى عن فكرة من المسؤول عن الغاء المعسكر من 1/6 ل 15/6. نسمع الكابتن او المهندس احمد مجاهد رئيس اللجنه الثلاثيه اللي تدير اتحاد كره القدم المصري. نشوف الفيديو. كل منتخبات العالم يا كابتن احمد مجاهد كانت بتلعب ولا زالت بتلعب الا منتخبنا الوطني. الحقيقه اتكلمنا مع الكابتن حسام في البدايه، كان في اجتماع بين الكابتن حسام البدري والكابتن شوقي غريب معانا في بدايه قبل شهر 6 قبل توقف الدولي في شهر 6، وكان الكابتن حسام هو قال ان هو التنسيق بينه وبين اللاعبين المحترفين، وفضل الناس ان الموسمين اتلحموا ببعض، فضل المحترفين في الخارج يريحوا، بالاضافه لان جزء كبير من قوام المنتخب في المنتخب الاولمبي. عشان الناس دايما بتقص الجزائر او المغرب او تونس صعب يلعبوا وغيرهم، لكن هم ما وصلوش الاولمبياد. احنا منتخبنا الاولمبي ان شاء الله باذن الله رايح الاولمبياد، وجزء كبير من قوام المنتخب الاول هو من هم اللاعبي المنتخب الاولمبي. فوالله ده كان وجهه نظر كابتن حسام ان انا هلعب من غير القوام الموجود في المنتخب الاولمبي بالاضافه للقوام المحترفين في الخارج، فمش هيكون المباريات دي او التجمع مفيد. اللي هي المنتخب الاولمبي من الاول كان متجمع فيها، ما كانش محطوط فيها حتى اي مباريات، ما كانش في مباريات وتاجلت. لكن هو دي وجهه نظر المدير الفني. يعني اللي رفض ان مصر تلعب مباراه وديه دوليه وكابتن حسام البدري مش رفض، هو اللي شاف ان الصوره بالنسبه له مش هتكون مناسبه في التوقيت ده. عجبني جدا يعني تعقيب رئيس اللجنه الثلاثيه في فكره هو مش رفض، هو يعني شايف ان الصوره المناسبه ان التوقيت ده غير مناسب. طب ايه هي الاسباب يا باشمهندس احمد مجاهد؟ هل هي فعلا وصول النادي الاهلي للنهائي اللي هو كان دور قبل النهائي؟ لا، ده عشان المنتخب الاولمبي في معسكر، والمنتخب الاولمبي يختلف عن منتخبات شمال افريقيا اللي ما بتلعبش مباريات، لان المنتخب الاولمبي وصل الاولمبياد فبالتالي لازم يكون في معسكر، وجزء كبير من قوام المنتخب الاولمبي هو نفس قوام منتخب مصر. ده السبب الاول اللي اعلنه الباشمهندس احمد مجاهد بعد التشاور بينه وبين الكابتن حسام البدري والكابتن شوقي غريب. السبب الثاني اللي اعلنه الباشمهندس احمد مجاهد على لسان الكابتن حسام البدري هو ان في التحام مواسم وعايز اراحه المحترفين. انا لو عايز اجيب محترفين دلوقتي لسه بينهوا الموسم، فاما اجيبهم ادخلهم في معسكر دولي فده نوع من انواع الارهاق. وبالتالي من وجهه نظر الكابتن حسام البدري اللي نقلها الباشمهندس احمد مجاهد وقت الغاء التوقف الدولي هي فكره اراحه المحترفين، تداخل معسكر المنتخب الاولمبي مع المنتخب القومي، ومفيش اي حاجه حتى هذه اللحظه تخص النادي الاهلي. هو هنا عندنا اسباب واضحه احمد عددها لكم قالها رئيس الاتحاد. الاسباب دي بتختلف عن الاسباب اللي قالها كابتن حسام البدري في بدايه الفقره. بس لما نرجع بقى للوقت اللي كابتن حسام البدري قال فيه التصريحات، هل كانت تتسق مع اللي قاله رئيس الاتحاد ولا لا؟ تعالوا نشوف كابتن حسام البدري وقتها كان بيقول ايه. في البدايه السؤال اللي الناس كلها بتساله، المعسكر الماتشات الوديه ما حبتش، وجهه نظر حضرتك؟
ده كان قراري اللي انا بلغته لاتحاد الكوره وبناء عليه ما عملناش مباراه وديه. العوامل كلها اتحسبت والمعايير اتحسبت، وفي نفس الوقت انا بقول لو كنت انا عملت مباراه وديه كنت حاطم المحترفين ان هم ما ياخدوش اجازه. في نفس الوقت كان فتره الاجازه حتى اللي معظم الفرق اخذتها الفتره اللي فاتت دي، في فرق اخذت الزمالك خد 5 ايام والاهلي برضه اعتقد نفس الشيء، وفي نفس الوقت شفنا يمكن برضه ما كانتش في الحسابات لكن ظروف كورونا اللي اتعرض ليها نادي بيراميدز 13 لاعب، وكان في تقريبا القايمه اللي انا عامل حسابي عليها كان في 8 لاعبين من بيراميدز، ده بجانب لعيبه المنتخب الاولمبي اللي موجوده مع شوقي. صح. في نفس الوقت برضه لعيبه المنتخب الاولمبي اللي موجوده مع شوقي طبعا مش هعرف طبعا استدعيهم، وشوقي الافضليه دي في الوقت ده طبعا هو يحضر انهاء البطوله في الشهر الجاي، الاولمبياد في الشهر الجاي، فكان هو الاولى ان هو ياخد اللعيبه. فاما اتحسبت كل الامور دي كان القرار زي ما انا بقول لك كده، وزي ما انت متاكد دلوقتي ان كان القرار صحيح ان احنا المباراه الوديه ما كانتش هتبقى يعني فيها استفاده خالص. الكلام ده يا جماعه خطير جدا. ليه خطير؟ لان زي ما قلت لكم عنوان الفقره اللي احنا بنتكلم فيها انك انت بتشيلني جمايل، والكلام ده لا يمكن يمر لان ممكن يستند عليه البعض بعد كده في كحجه. احنا بقى بنرد بالورقه والقلم. وقتها كابتن حسام البدري وهو في موضع المسؤوليه مش بيحاول يسترضي جمهور ما زي ما هو بيقول دلوقتي والسبب واضح. تعالى بقى هو الاسباب اللي عددها ايه. اول حاجه راحت المحترفين. تاني حاجة قالها كابتن حسام البدري الزمالك محتاج يريح 5 أيام والنادي الأهلي أعتقد هيريح نفس الفترة. بيراميدز عنده 13 لاعب مصاب بكورونا. المنتخب الأولمبي هو أولى باللاعبين وكابتن شوقي غريب. لما نيجي نمسك الورقة والقلم اللي احنا بنرد بيهم هتلاقي دي كانت الأسباب اللي بتتسق مع كلام رئيس الاتحاد، واللي بتختلف تماما عن اللي قاله كابتن حسام البدري حاليا لما خلاص ساب المنصب. طيب انا عايز اقول رساله لكابتن حسام البدري، هو اكثر من دفع ثمن ارهاق لاعبي الاهلي وموافقته على ضغط الدوري عشان يخلص 30/8، ونتيجه ده كان لاعبي الاهلي فعلا وصلوا لمرحله بدنيه صعبه جدا اثرت عليهم. كمان كابتن حسام البدري برضه عشان نفهم الشخصيه هو عنده نوع من التصريحات دي، يعني على سبيل المثال هو لما جه خرج في نفس اللقاء قال انا تدريب الزمالك مرفوض بالنسبه لي لان انا ابن من ابناء الاهلي والاهلي بالنسبه لي هو كل شيء وصعب ادرب فريق تاني. هو كابتن حسام البدري اللي في مرحله سابقه وهو رئيس نادي بيراميدز كان رايه ان تدريب نادي الزمالك فرصه لو جاءت يكون شيء جيد ويكون حريص يشوف مدى امكانيتها. اذا انا بربط ده بايه؟ بفكره ظرف ووقت التصريح. احنا ردينا بشكل عملي في وقت وظرف التصريح، وكمان اللاعبين اللي اختيروا للمنتخب الاولمبي وقتها كان مصطفى شوبير واحمد رمضان بيكهام واكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن. دول هم من النادي الاهلي. من النادي الاهلي. لكن انا بس مختلف على فكره استرضاء جماهير، لان اعتقد الكابتن حسام البدري وقت ما كان موجود الباشمهندس احمد مجاهد كانوا على وفاق، فما كانش ينفع يقول ان انا ده انا بقول لك حاليا لكن في التصريح الاخير لكن طيب نحط الكلام ده على ارض الواقع ونشوف هل اصلا فعلا الغاء المعسكر ده كان لاراحه النادي الاهلي او لاي اسباب حتى مرتبطه بالنادي الاهلي من قريب او من بعيد. اللي هيرد عمليا بقى هو اتحاد الكرة. احنا شفنا الموسم الماضي تقريبا كل 72 ساعة بيطلع لنا جدول دوري مختلف، تلاقي مباراة الاهلي وفي السوبر مع طلائع الجيش يوم 1/7، تيجي بعد كده تلاقي لا اتحط مباراة الاهلي وبيراميدز 2/7، فمباراة بيراميدز وسموحة تيجي قبل مباراة البنك واسوان، فشفنا جداول كتير مختلفة. لكن خلينا نوضح، مش يمكن فعلا هم كانوا عندهم نية الغاء المعسكر ده من اجل النادي الاهلي؟ الحقيقة لا، كان الغاء المعسكر ده اللي قاله الباشمهندس احمد مجاهد من اجل الانتهاء من جدول الدوري. الباشمهندس احمد مجاهد اللي له تصريحات كانت واضحه وصريحه جدا ان النادي الاهلي مشكورا، تاني النادي الاهلي مشكورا قرر يلعب مباريات في التوقف الدولي للاولمبياد، في التوقف الاولمبياد المنتخب مصر الاولمبي في طوكيو، انه يلعب مباراتين او ثلاثه، اتمنى باقي الفرق تحذو حذو النادي الاهلي. لكن الحقيقه النادي الاهلي لعب 4 مباريات بدون لاعبيه الدوليين في اولمبياد طوكيو، واعتقد دفعنا ضريبه ده في فقدان بطوله الدوري اللي هي كان اقرب ليها النادي الاهلي بشكل كبير جدا. لكن مش موضوعنا ده، موضوعنا ان كان في اصلا جدول دوري
وقت التوقف الدوري اللي اتلغى ده، اذا انت ما كنتش بتريح فرقه، انت كنت بتنهي الدوري. ونقدر نستعرض الجدول اللي صدر من اتحاد كره تاريخ 16 مايو. تاريخ 16 مايو كان بعد مباراه الاهلي وصن داونز، مباراه الذهاب كان فيها النادي الاهلي بيلعب 1-6 مع البنك، وكان اتحاد الكره على علم ان النادي الاهلي هيلعب يوم 13 مع صن داونز في جنوب افريقيا، وهيطلع من جنوب افريقيا يلعب السوبر الافريقي في قطر يوم 28/5. فيوم 1/6 كان مباراه البنك، يوم 4/6 مباراه انبي، يوم 7/6 مباراه اسوان. ده يعني منطقيا ده فعلا قرار لاراحه النادي الاهلي، الغاء المعسكر لاراحه النادي الاهلي، اتلغى المعسكر واتحطت مباراه للنادي الاهلي لغايه يوم 7، ثم تم تعديل اخر اتحط مباراه للنادي الاهلي حتى يوم 11، وانت المفترض هتلعب في تونس يوم من 16/17 او 18/19 في الوقت ده، فكنت يوم 11 هتلعب مباراه. وفي البعض اللي كان بيحاول يحط لك مباراه اخرى، اضغط في المباريات دي عشان اصل احنا لغينا المعسكر من اجل النادي الاهلي، بس من اجل ان النادي الاهلي يلعب اكبر مباريات مضغوطه. في 6/6 اتغير تاني لما حصل ازمه بقى في فكره بعض اللعيبه او بعض المنتخبات طلبت لعيبه من عندنا، حصل جدول اخر يوم 6/6 وتعديل اخر يوم 6/6 ايضا للنادي الاهلي في مباريات في شهر 6 في الفتره من 1/6 حتى 15/6. فبالعقل بالمنطق بالارقام بالحسابات الغاء معسكر المنتخب ما كانش له علاقه غير بحاجه واحده فقط لا غير، هو ان الدوري يتم ضغطه ويتم ضغط مباريات النادي الاهلي حتى ينتهي اتحاد الكره من الدوري العام في اقرب فرصه ممكنه، حتى لو انت هتلاعب باقي مباريات الدوري النادي الاهلي وناقص 6 لاعبين على راسهم الكابتن محمد الشناوي بيمثلوا منتخب مصر الاولمبي في اولمبياد طوكيو. هي دي الحقيقه الواضحة بلا أي تحريف. وزي ما قلنا، أولا أنت عندك لائحة، وثانيا عندك أربع مباريات زي ما ذكرنا لاعبينك في المنتخب الأولمبي كانوا موجودين فيها، يمكن مع بعض اللاعبين كمان تجاوزت عدد الأربع مباريات لأن كانوا راجعين مرهقين فما قدرتش تستفيد بيهم فنيا. فعمليا الموسم ده النادي الأهلي أكتر نادي دفع ضريبة فكرة إن هو مساندته للمنتخبات الوطنية ومساندته بالعكس على حسابه هو لكتير جدا من المواقف اللي كان ممكن تكون مختلفة. حتى اللائحة هنا اللي بتمنع إقامة المباريات يحق لإدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تحديد مباريات لبعض الفرق خلال الأجندة الدولية إذا كان هناك ضرورة لذلك. شرط إيه بقى؟ ألا يكون للفريقين طرف المباراة أكثر من لاعبين تم استدعائهم لمنتخبات أو للمنتخبات الوطنية. طبعا إحنا شفنا العدد الخاص بلاعبي النادي الأهلي في المنتخب، فإحنا كتير جدا ممكن الناس تهرب من تصريحات زي اللي قالها كابتن حسام البدري أو تتجنبها، لا، إحنا هنا عندنا منهج، عندنا منطق، عندنا شواهد، عندنا تفاصيل بنستند إليها. فبالعكس بنحب نواجه وبنحب نبرئ ساحة النادي الأهلي من أي حد يعتقد أن هو يسرد شيء يخصه على سبيل المجاملة. هي اللائحة دي يا فارس، هي اللائحة دي هي اللي خلت النادي الأهلي ما يلعبش أو أن الدوري ما يتلعبش من 1/6 ل 15/6، لا أكثر طبعا ولا أقل. الموضوع بقى واضح تاني، بنعيده ببساطة وبنربط الخيوط ببعض. كابتن حسام البدري تصريحك مش موفق، على أرض الواقع غير حقيقي بالمرة. حتى النادي الأهلي كان لسه هيلعب قبل نهائي، مش هيلعب نهائي، وما كانش الأمر فيه أي إراحة للنادي الأهلي بدليل الجدول اللي نزل. ولكن اتحاد الكرة يعني على حد إدراكي للأمر أو استبطان الأمر، هم كانوا مفكرين أن بما أننا مش هنلعب معسكر منتخب أول فيلا نلعب مباريات الدوري، فاصطدموا أن احنا عندنا لعيبة محترفين ولعيبة مؤثرين. مش بتكلم لعيبة محترفين في النادي الأهلي، لا، وفي الزمالك أيضا كان في لعيبة محترفين وبيتم استدعائهم للمنتخبات، وبالتالي المنتخبات دي يعني داخلة المعسكر وعندها معسكرات دولية وبتشارك فيه، ويمكن ده يأثر بشكل أو بآخر. احنا حاليا في صراع مع نيجيريا صعب جدا على فكرة انك انت تكون مصنف ضمن الخمسة الأوائل عشان يكون عندك فرصة في مباريات النوك أوت اللي انت تلعب بعد ان شاء الله تصدر مجموعتك، تكون بتلعب منتخب مصنف من التصنيف الثاني، الخماسي التصنيف الثاني. حاليا احنا لا، احنا صعب جدا الامر مع منتخب نيجيريا. نتمنى طبعا ربنا يكرمنا واننا نفوز المباراتين ويتعثر منتخب نيجيريا ويكون في تصنيف نتواجد فيه في المرتبه الخامسه افريقيا، لكن في النهايه كان الامر كله متعلق بانتهاء الدوري، وكان كل الظن ان خلاص طالما احنا مش هنلعب نلعب الدوري ف
فاصطدموا بالماده دي او باللائحه دي اللي خلت اتحاد الكره يتراجع عن كل المباريات اللي كان محددها من 1/6 ل 15/6، ثم عاد مباراه للزمالك يوم 19/6 ان لم تخني الذاكره، فالامر بعيد كل البعد عن فكره مواجهه النادي او فكره اراحه النادي الاهلي. والموسم ده تحديدا يا اسامه، يعني احنا يا جماعه بالبلدي كده النادي الاهلي وجمهوره كانوا استووا، ففكره كمان ان انت تيجي تحملنا شيء انت بالورقه والقلم ما كانش ليه اي واقع، فاعتقد ده كمان يعني احنا لو في مجاملات السنه دي فيبقى النادي الاهلي اللي جامل ناس كتير جدا 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 بان هو تحمل منهم اللي كان صعب احتماله، ولكن هنفضل. لا انا اسف يا فارس المقاطعه، ولاعب مضغوط طبعا بناقص لاعبيه، مش باتفاق، احنا قلنا عدد المباريات ولا لائحه، لاعب مضغوط بدون اتفاق، في انديه اخرى لعبت مضغوطه لان كان مصلحتها انها تلعب مباريات مضغوطه. لا وعرضنا قبل كده، ده في مواسم انت كنت بتتسند افريقيا، وعلى فكره احنا هنا بنقر، احنا مش في ديبيت مع نادي الزمالك، بس زي ما عرضنا قبل كده ان انت كان عندك مباريات في الدوري بتؤجل عشان الكونفدراليه، ترجع ما تلعبهاش في وقتها وتؤجل تاني عشان الكونفدراليه، وانت بتريح فريق على الجانب الاخر. زي ما قلنا النادي الاهلي هو اللي جامل ناس كتير جدا السنه دي بان هو كان بيضع مصلحه المنتخبات رقم واحد، فما تجيش كمان تحملنا جميله، لان هنا بنرد وما بنسيبش حد يحملنا جمايل مش حقيقيه. نشوفكم بعد الفاصل وما زالت فقراتنا مستمره. اهلا بحضراتكم مره اخرى وملف اخر، ودايما كل موسم تقريبا هو ملف كل موسم عند المنتمين لانديه اخرى ولاعبين سابقين في انديه اخرى، ومبدا او مفهوم العداله اللي احنا قلنا قبل كده، هو مفهوم العداله ربما يكون له وجوه كثيره، ولكن عند البعض ربما يصل الى فكره يعني لازم تيجي على الاهلي شويه عشان يبقى هي دي العداله، لكن أو تدخل الأهلي ويكون سبب، أو إن النادي الأهلي هو اللي بيتجامل من القضية دي، أو إن النادي الأهلي هو اللي بيدير كل الأمور المتعلقة بكل شيء موجود عند مسؤولين آخرين. من أحد ملفات العدالة دي هو اللي دايماً بنتكلم فيها، ولكن مع كل موسم بيجددوها، ليه الأهلي ما بيلعبش في إسماعيلية؟ وليه الأهلي مختصر سفره القاهرة واسكندريه، السفر لاسكندريه والتواجد في القاهره. كابتن عفت نصار بمفهوم العداله، نسمع الفيديو عشان نرجع نعقب. احنا عندنا مباريات، العداله بتاعت التوزيع بتاع المباريات، هل هفضل انا نادي بيلعب في حتتين بس في مصر، بيلعب في القاهره واسكندريه بس؟ يعني النادي الاهلي ما بيلعبش غير في الحتتين دول بس؟ في دواعي امنيه؟ انا بصفه شخصيه عفت اهو، انا بقول لك مفيش حاجه اسمها دواعي امنيه. دواعي امنيه دي كانت طلعت الحاج عامر حسين وفضلت مستمره. الزمالك ما بيلعبش برضه كده يا كابتن؟ انت بتتكلم الزمالك ما بيلعبش بنفس الاسلوب؟ لا لا لا، الزمالك بيلعب في كل حته، ما فيش كل حته الزمالك بيلعب فيها. بيروح الاسماعيليه، بيروح. طب انت عندك المصري برضه نفس الموضوع. المصري عنده، الزمالك كان بيروح طول السنين اللي فاتت قبل كده، الاهلي كانش بيروح عشان الحادثه. خلاص عدت انتهت، الاسماعيليه قال لك لا عايز نفس الطريق يا جماعه، وبعدين حظي مثلا وحش الملعب، لا ما بلعبش. حظي ايه بقى؟ في اسوان، اتفق يا جماعه لا تلعبوا الماتشين هنا ومش عارف. ومن اي حد، من حق اي حد يتكلم في اي شيء يخص العداله، لكن هي الفكره كلها، هي العداله دايما بتيجي بضرب الامثله بالنادي الاهلي، هي دايما ده اللي بيحصل. ليه؟ لانه عنده قناعات داخليه ان النادي الاهلي دايما بيجامل، وبيقول ان النادي الاهلي بيلعب في منطقتين بس او في ملعبين بس او محافظتين بس، ونادي الزمالك اللي بيروح كل حته في جمهوريه مصر العربيه. اي كلام مرسل سهل جدا اي حد يصدقه، لكن احنا هنا ما بنقولش كلام مرسل، احنا هنا بنجيب الموسم وبنشوف ال 34 مباراه الاهلي لعب في كام محافظه والزمالك لعب في كام محافظه، بما ان الكابتن عفت نصار كان شايف ان الزمالك بيلعب في كل حته والاهلي بيلعب القاهره واسكندريه بس. الاهلي لو استعرضنا الصوره لعب 34 مباراه موسم 2021، 24 مباراه في القاهره، 5 مباريات اسكندريه، 3 في السويس، 1 الغربيه، 1 البحر الاحمر. يعني الاهلي القاهره، اسكندريه، السويس، الغربيه، البحر الاحمر، دي المحافظات الخمسه
اللي الاهلي لعب بيهم، وارد جدا يكون كابتن عفت نصار قال 2 من 5 قريبه. طب ال 26 بقى محافظه اللي لعب فيهم نادي الزمالك؟ لا، لعب في القاهره 23 مباراه، لعب في اسكندريه 5 مباريات، لعب في السويس 3 مباريات، لعب في الغربيه مباراه، لعب في اسماعيليه مباراه، البحر الاحمر مباراه. يعني ايه؟ يعني من ضمن ال 34 مباراه في الموسم ده نادي الزمالك لعب مباراه واحده ازيد من النادي الاهلي في محافظه الاسماعيليه، وباقي المحافظات تقريبا شبه تساوي باستثناء القاهره 24 عند الاهلي 23 عند الزمالك، لان لعب مباراه الاسماعيليه الاسماعيلي في الاسماعيليه. طب لما نيجي نقارنها بالموسم اللي قبله يا فارس، الموسم اللي قبله النادي الاهلي اللي انت شايفه ان هو ما بيخرجش بره القاهره والاسكندريه، والزمالك المظلوم بيلف مختلف المحافظات كنوع من مجاملة النادي الأهلي. نبص برضو بالراحة وبنرد بالورقة والقلم، عندنا 34 مباراة، الأهلي لعب في القاهرة كام؟ 24، الزمالك لعب في القاهرة أكتر 27، أكيد ده هيأثر عدد المباريات بعد كده، لأن في الإسكندرية الأهلي لعب 7، الإسكندرية الزمالك لعب 5. تعالوا بقى نشوف البحر الأحمر مباراة للأهلي ومباراة للزمالك، ومباراة للزمالك فعلا في الإسماعيلية، النادي الأهلي لعب في مباراة في أسوان اللي الزمالك ما لعبش فيها. كده احنا بنرد بفكرة، هل انت شايف في فجوة في عدد المباريات ما بين الأهلي والزمالك في مختلف المحافظات اللي خليك تستنتج ده؟ ده رد. بس انا عايز اقف عند كام نقطة في اللي اتقال يا أسامة، لان انا بشوف الكلام في حاجات خطيرة جدا. أولا أنت قبل كده اتكلمت في الموضوع ده وبرضه ناقشناه هنا واتكلمنا فيه وطرحناه، هو ليه السؤال بيطرح بصيغة إن الإسماعيلي أو الأهلي ما بيروحش الإسماعيلية مش الإسماعيلي ما بيروحش القاهرة؟ دي مشكلة. بعيدا بقى عن الطرح ده، كابتن محمد فاروق وأنت قلت جملة أنا متفق معاك فيها، إن أي حد حقه يقول رأيه، ولكن انت يا كابتن محمد فاروق عارف الضيف اللي جاي لك خلفيه كلامه ومدى منطقيه تصريحاته ايه، براحتك انت بتعمل شغل فرقعه مشاهدات تمام، ولكن لما اجي انا اسامه كضيف اقول جمله في غايه الخطوره، مفيش حاجه اسمها موافقات امنيه، لا ده هنا مش راي، ده كلام خطير جدا في ملف في ناس اكبر مننا قائمه عليه، عارفه كويس جدا مسبباتها، بتشتغل بشكل، عارفه اسبابه ايه. ما ينفعش ابقى انا قاعد في استوديو في التكييف اقول ما فيش حاجه اسمها موافقات امنيه، يا جماعه لا يصح ولا يجوز، وده تحريض للجمهور. فاذا دي نقاط ما ينفعش تعدي، ما فيش حاجه اسمها ما فيش موافقات امنيه، لا حضرتك مش جهه ان هي تقول الكلام ده، واتحاد الكره عنده خطابات امنيه نتيجتها بيطلع ما يخص الموافقات. خلينا بس اللي انا اتخطى ونمشي واحده واحده مع كلامه. النقطه الاولى هو اتكلم عن المحافظات، جبنا له الموسم اللي فات هو محق ان النادي الاهلي ما راحش اسماعيليه، واحنا هنناقش ليه الاهلي ما راحش اسماعيليه رغم اننا ناقشناها قبل كده، لكن الاهم كان في الموسم اللي قبله ان النادي الاهلي راح لعب مع اسوان ولعب في حر اسوان ولعب بالنهار وفاز النادي الاهلي في اسوان. اعتقد لو سالت اي حد هي اسماعيليه ابعد ولا اسوان ابعد اكيد هيقول لك اسوان، يعني اذا كنت انت رحت اسماعيليه فانا كنادي اهلي رحت في الموسم ده اسوان والزمالك ما راحش اسوان. طيب لما انا ما رحتش اسماعيليه الموسم اللي فات والزمالك راح الاسماعيليه، الزمالك بطل الدوري، طب الموسم اللي قبله لما انا رحت اسوان والزمالك ما راحش اسوان ولعب مرتين في القاهره كنت انا بطل الدوري. ففكره العداله هي مفهوم مطلق، لكن الخطاب ما يكونش بالشكل ده، لاننا عندنا كلام تاني بقى عن فكره ما هو امني وما هو الضرر اللي وقع على النادي الاهلي. لكن كمان لما نيجي نتكلم نبقى واخدين بالنا من ترتيب العداله دي ومن ترتيب المباريات دي، يعني النادي الاهلي الزمالك لما يلعب 23 مباراه في القاهره الموسم الماضي يكون في تقريبا 3 شهور ما بيخرجش بره القاهره. ما لفتتش انتباهك دي يا كابتن عفت؟ من 7 فبراير ل 20 مايو 13 مباراه لعبها نادي الزمالك داخل القاهرة خلال 3 شهور ما بيخرجش بره القاهرة، وأول ما خرج بدأت تبقى في نتائج سلبية فأتى التوقف الدولي من 1/6 ل 15/6، لكن الكابتن عفت نصار ما شافش ده ومش هيشوف ده ومش هيشوف ده. ليه مش هيشوف ده؟ لأنه مش شايف غير حاجة واحدة فقط لا غير، إن الكون كله في مصر، الرياضة المصرية كلها
بتخدم على نادي واحد فقط لا غير هو النادي الاهلي. لو حاولت تقنعه ورقه وقلم واحصائيات ودراسات ومواقف كتيره جدا مش هيشوفه، مش هيشوف ده، هو هيشوف فقط لا غير نادي الاهلي بيتم مجاملته. طيب دي النقطه الاولى بتاعت المحافظات. عندنا بقى النقطه الثانيه واللي هو السؤال الوجيه، هو انتوا ليه بتقولوا الاهلي ما بيروحش يلعب في الاسماعيليه؟ اقول لك انا ليه بيتقال كده. لما نسمع الحاج عامر حسين في الفيديو اللي هنعرضه عليكم ده هنعرف ان بالعكس مش القصه ان الاهلي والاسماعيلي نتيجه مشكله ما بيلعبوا في برج العرب فالاثنين في كفه واحده او الاثنين ما عندهمش تضرر. لا، هنسمع الفيديو وتركزوا في الكلام عشان نعرف ان ليه الاهلي هو اللي متضرر. نطلع ونشوف الفيديو. لان انا بقول لحضرتك احنا لو كنا عايزين نطبق اللائحه حرفيا ونزل النادي الاسماعيلي وطبقا للائحه مفيش ملامه على النادي الاهلي ولا علينا كنت هقول للاسماعيلي هات لي انت موافقه الامن، وانا عارف ان هو مش هيجيب موافقه الامن على الاهلي، او هات لي ملعب بديل، فكان هو هيلعب في القاهره ومش هيلعب المباراه الثانيه في الاسماعيليه. يا جماعه التصريح ده ناس كتيره جدا بتتجاهله، وكل اللي بيتكلم في الموضوع بيتجاهله. بمعنى ايه؟ هو ايه قصه اصلا نقل المباراه؟ قصه نقل المباراه ان على النادي ان هو يجيب خطاب امني بالموافقه على اللعب على استاد معين ونتيجتها تقام المباراه. طيب النادي الاهلي يقدر يتحصل على موافقه امنيه ان هو يلاعب النادي الاسماعيلي في القاهره، ولكن نتيجه الاسماعيلي او نتيجه امور حدثت هناك نادي الاسماعيلي مش هيقدر يجيب موافقه امنيه على اقامه مباراه الاهلي في الاسماعيليه. اذا لو النادي الاهلي تمسك هنا بموقفه وان انا جبت الخطاب الامني، الاهلي حقه ان هو يلاعب الاسماعيلي في القاهره والاسماعيلي ما يعرفش يلعبه في الاسماعيليه فيروح يلعب في برج العرب او اي مكان تاني، زي ما بيلاعب المصري في برج العرب نتيجه موضوعه هم ملوش علاقه بالاهلي خالص، له علاقه انه ما عرفش يجيب الموافقه الامنيه ما بينه وما بين النادي المصري فبيلعبوا في برج العرب. ولكن النادي الاهلي هنا مش بيجامل، لا، النادي الاهلي بيتساهل عشان الامور يكون فيها فعلا فير بلاي. فانا زي ما الاسماعيلي هيلاعبني مش هيقدر يلعب على ملعبه، لا انا كمان موافق اروح العب في برج العرب. فليه ما حدش بيقول ده؟ ان النادي الاهلي بالعكس هو اللي بيسعى لتكافؤ الفرص، ولا حد هيقول، كله هيقول الزاويه اللي انت عايزك تشوفها بس، ليه الاهلي ما بيروحش الاسماعيليه؟ بقيه الكلام مش هيتقال. يعني السؤال المفترض يتقال هو ليه الاسماعيلي بيلعب المقاولين والزمالك وانديه القاهره في القاهره وما بيلعبش النادي الاهلي في القاهره؟ ليه ما بيطرحش السؤال بالشكل ده؟ فده النقطه الاولى، قلنا المحافظات وجبنا بالورقه والقلم الموقف ازاي. النقطه الثانيه اتكلمنا عن السؤال الاهلي ليه ما بيلعبش الاسماعيليه وجبناها بالورقه والقلم وكمان تصريحات الحاج عامر حسين، واعتقد محدش يقدر ينسب اي تصريحات لجهه امنيه الا لما يكون معاه مستند بذلك. النقطه الثالثه بقى هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، هي فكره محدش يقول لي مفيش دواعي امنيه. البعض بيفهم من فكره الموافقه على الملعب من عدم الموافقه مرتبط بحضور جماهيري من عدم حضور جماهيري، وده فهم انا اسف ان انا اقول خاطئ، ملوش علاقه اطلاقا بفكرة حضور جماهيري من عدم حضور جماهيري، وده مش كلامنا، كلام هنطرحه من ضمن مواقف كتيرة جدا مشابهة. لكن أنا عندي موقف بيؤكد على أن الدواعي الأمنية والخطابات الأمنية قادرة على أنها تغير مباراة فرق وتنقلها من محافظة لمحافظة. حتى نادي الزمالك مع جنريسيون كان فيه موقف، واعتقد الموقف ده وصل لاعاده مباراه بعد تغيير موعد المباراه وفريق جنريسيون. مش دي قضيتنا خالص، قضيتنا ان كان التغيير بناء على الدواعي الامنيه. فانت ازاي بتقبل دواعي امنيه على النادي الاهلي ومش قابلها على نادي الزمالك؟ ده فارس الخبر بس مش ده بس اللي معانا، الموافقه الامنيه سبب نقل مباراه الزمالك وجنريسيون، بس اصلا برضو في الدوري مباراه الزمالك واف سي مصر بسبب عدم اقامتها على بترو سبورت، تغيير الملعب. نعرض بقى يا جماعه بعد اذنكم الخطاب ده عشان في نص مهم جدا نقف عنده. هنا بيتقال ايه؟ الحق اللي كتبنا بتاريخ كذا كذا الى اخره. هنا بقى ايه؟ ايماء لكتاب وزاره الداخليه رقم كذا بتاريخ كذا بشان عدم الموافقه على اي مباراه طرفيها الاهلي والزمالك على استاد بترو سبورت بالمقارنه جهاز الرياضه العسكري الى اخره. لا 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 مش لازم، لا لحظه لازم نركز في دي، على استادات بترو سبورت المقاولين العرب
جهاز الرياضة العسكري، الكلية الحربية وكذا المباريات الفاصلة وذات الحساسية، بناء عليه تم تغيير الملعب. هنا ما كانش في جماهير. ما هو هنا يا أسامة ده اللي احنا قلناه في الأول. ليه؟ عشان زي ما احنا اتفقنا ان انت ممكن تقول رأيك فيما يخص شيء يقبل الرأي، انما يا جماعة في حاجة اسمها المسؤولية الإعلامية، وانت طالع على شاشة كضيف او مقدم برامج عارف ان في شيء ممكن تبدي فيه وجهات نظر، وفي شيء ما ينفعش تبدي فيه وجهة نظر، لان انت هنا ما فيش وجهة نظر، هنا في قرار امني باشياء انت لا تعلمها وما عندكش خلفيتها. فلما تطلع على شاشة وتقول ما فيش حاجة اصلا اسمها دواعي او موافقات امنية، فانت لا، انت اولا بتضغط على الناس، ثانيا بتعمل شحن عند الجمهور. فبعد اذنكم يا جماعة، لو انت عايز مشاهدات، عايز فرقعة، عايز تضايق الاهلي، عايز الاسلوب اللي احنا عارفينه ده كله يكون في نطاق ان انت فاهم بتتكلم في ايه كويس قوي. وثالثا كمان بتشكك في من يديرون المسابقة، تشكيك واضح جدا ان هم بيرتكنوا لفكرة الامن فقط لا غير، واعتقد ده يعني شيء غير مستحب بالمرة وغير مقبول يكون على الشاشات. الاهم من كل ده ان برضو الكابتن عايز فاطمة نصار ما راحش للدواء الامنية بس، ما راحش الفكرة هي ليه بعض المباريات بتتغير وبتتبدل لمصلحة فرق ضد مصلحة فرق. بمعنى لو النادي الاهلي من مصلحته ان هو ما يروحش مباراة معينة، فاكيد لن يقبل ابدا او يسمح بفكرة تبديل مباراة مكان مباراة ويستغل الموقف امنيا. نادي الزمالك حصل معاه وقعة الموسم الماضي مباريات وتبديل مباريات، الكابتن عفت ما شافهاش. لكن تعالى حتى وانت بتتكلم دلوقتي في مشكلة عند نادي الزمالك في الملاعب اللي اختارها يلعبها في القاهرة ان هي تكون جاهزة في بداية الدوري، ففي دلوقتي اتصالات بين فريق الزمالك وفريق انبي، مسؤول الزمالك ومسؤول انبي اعلن عنها مسؤول في نادي انبي. تعالوا نطلع نشوف الفيديو عشان نرجع نعقب على النقطة دي. كلام فعلا الزمالك طالب يعني تبديل الماتش؟ لا، هو مفيش حاجة رسمي لحد دلوقتي ظهرت في الموضوع ده. يعني كلام كله متبادل كده من على بعد. ولكن اعتقد يعني ان مجلس اداره نادي انبي مش هيتاخر عن موافقته ان اتحلت نادي الزمالك يطلب استبدال المباراه حلا لمشكله ملعبه. يعني مفيش مشاكل لو الزمالك طلب حضراتكم موافقين؟ لا ان شاء الله مجلس الاداره هيوافق، والجهاز الفني بقياده الكابتن حلمي ان شاء الله موافق. وهتبقى يعني مبادرة طيبة مننا لنادي الزمالك. أما إذا كان بقى هناك رأي آخر، فأعتقد أن اللوائح اللي بتحكمنا في ظروف انتقال المباراة لمباراة بعد نزول الجدول أو قبل نزول الجدول أو توقيتها إمتى أو قبل المباراة بقد إيه، الحاجات دي بقى بتتعرض عن طريق اللوائح. صح يا فندم، صح. اعتقد يعني ده شان يعني خاص بنادي الزمالك ونادي انبي، والامور كويسه جدا وما عندهمش مشكله جدا ان هم يحلوا ازمه، فريق انبي يحل ازمه لفريق نادي الزمالك. احنا واحنا بنتكلم عن الموسم الماضي اتكلمنا عن مباريات لعبها الزمالك في اسكندريه، نفس الموقف ده بالظبط بس اتكرر بشكل مختلف لما الزمالك واجه فريق في اسكندريه، فريق غزل المحله، برغم ان المفترض الزمالك يلعب في القاهره، بس عشان كان في فاصل 72 ساعه بين مباراه الزمالك والاتحاد واحنا عاملين معسكر في اسكندريه، فهاتولنا يا جماعه المحله نلعبه في اسكندريه. ده كان بيحصل وبتحسب كمان اتحسبت، برغم ان هي من اجل مصلحه نادي الزمالك واراحه نادي الزمالك اتحسبت ان الزمالك لعب 5 مباريات في اسكندريه زيه زي النادي الاهلي. ده توضيح للصوره اللي مستحيل كابتن عفت نصار ياخد باله منها اطلاقا. ولكن عندنا واقعه بقى تخص النادي الاهلي يا فارس. ده انا هاخد من المحل واقعه اي عاقل لما يبص لها هيعرف ان النادي الاهلي عنده نسق وعنده حاله فريده، لو حطينا انديه تانية مكانه صعب تعملها وهتفكر بشكل براجماتي بحت. الاهلي ما بيعملش كده. نفس لما قلنا لكم ان النادي الاهلي بيتعامل طالما الاسماعيلي مش هيقدر يجيب موافقه امنيه على ملعبه، فبالتالي انا كمان مباراتي فير ان هي تبقى على استاد برج العرب، تعالى اكد لك ان ده منهج. نادي المحله كان استاد غزل المحله في بعض الاشتراطات الامنيه اللي مفترض تجهز فيه عشان الاهلي يقدر يلعبه هناك، الاشتراطات دي ما جهزتش. ايه اللي حصل؟ طبيعي هنا لو انت هتفكر بشكل براجماتي النادي الاهلي يقول لك لا انا ماليش علاقه، انا لا سعيت لده ولكن وضع الملعب ما يسمحش، اذا انا هلعب المباراه
خارج المحله وتستفيد، لان احنا عارفين ان استاد المحله بيكون له وضع معين. لا، الاهلي ما عملش كده. تعالوا نشوف قرار اتحاد الكره نفسه كان بيقول ايه. الى النادي الاهلي وغزل المحله تحيه طيبه، الموضوع اقامه مباراه الاهلي وغزل المحله باستاد السلام وي. ليه بقت في استاد السلام وي بدون جمهور في الدوري العام؟ الحاقا للكتاب رقم كذا بتاريخ كذا بشان جدول مباريات الدوري العام القسم الاول موسم 2021 بدون جمهور، يرجى الاحاطه بانه حتى الان لم تصل الموافقه الامنيه على ملعب غزل المحله، ونظرا لانتهاء المده المحدده لنادي غزل المحله للحصول على الموافقه الامنيه. اللي حصل مش المباراه بقى خلاص هتلعب في اي استاد تاني، لا، قرر بناء على موافقه الفريقين تبديل مباراتي الاهلي وغزل المحله لتكون مباراه الدور الاول هي مباراه الاهلي، ومباراه الدور الثاني هي مباراه غزل المحله. واتلعبت المباراه ما بين الاهلي والمحله في الجمعه 18/12/2020 على استاد السلام. طب عملنا ايه بقى احنا كده؟ اتحنا للمحله انه يلعب الدور الثاني على ملعبه وما لعبش المباراتين في القاهره، ورحنا لعبنا في المحله في شهر مايو. اللي حصل الاهلي خسر المباراه لان كان في وقت مضغوط طبعا، ولكن انت ما تخليتش عن مبدا عندك، راجع موقف الاسماعيلي وراجع ده، وراجع كابتن صالح سليم اللي تضامن قبل كده مع الاسماعيلي في انه يلعب مباراه نهائي كاس مصر في التوقيت اللي جمهوره يقدر يروح المباراه. النادي الاهلي عمره ما كان بيبص لاستغلال الظرف، وده نسق واضح متسق مع النادي الاهلي. يمكن اكيد كابتن عفت نصار ما يعرفوش. اخيرا في الحته بتاعه المحله نطلع ونشوف مشرف نادي غزل المحله استاذ حسام عزو كان قال ايه عن موقف النادي الاهلي. يعني تشرح لنا قصه مباراتكم مع النادي الاهلي. تمام يا فندم. هو الوضع بالظبط، احنا كان يوم ماتش الاهلي كانت لجنه المسابقات مستعجلانا على التحرير الامني، للاسف كان الشرطات الامنيه مش كامله. أيوه. فتواصلنا مع النادي الاهلي ولجنه المسابقات واتفقنا ان شاء الله يبقى الدور الاول في الاهلي والدور الثاني عندنا ان شاء الله، وبالفعل وافقوا الحمد لله. يعني النادي الاهلي لم يطلب تغيير مكان المباراه؟ لا يا فندم، لا خالص، بالعكس احنا اللي طلبنا. يعني احنا كنادي غزل المحله حضرتك اللي طلبنا ان احنا نلعب الماتش الاول في القاهره، والاهلي ما تاخرش عندنا، والاهلي رحب فعلا بال، لانه كان في غضب جماهير الحقيقه، الناس كانت متخيله النادي الاهلي ضغط عشان كده. لا يا فندم، احنا طلعنا وبينت الحقيقه في الموضوع ده كله، اتكلمت في كذا برنامج وبينت الحقيقه كلها ان احنا طلبنا عشان الشرطات الامنيه. طيب والحمد لله كملت دلوقتي، وان شاء الله نعرف ملعبنا ان شاء الله. يعني مباراتك القادمه امام طلائع الجيش باذن الله بكره الجمعه تكون في ملعبك؟ لكن عندنا لجنه امنيه امبارح وخدنا الموافقه يا كابتن الحمد لله. تفخر بالنادي الاهلي اللي كابتن عفت ما يعرفوش، واللي ما بيحسبهاش مكسب وخساره انما بيحسبها تكافؤ فرص وعدل. بس هل ده بيكون الموقف مع كل الانديه؟ بس انا عايز اكمل نقطه انت ذكرتها ممتازه جدا، هي فكره الكابتن صالح سليم. الكابتن صالح سليم لما اتخذ قرار باللعب في وقت بالنهار والاهلي كان معتاد على اللعب بالليل خسرنا كاس مصر. النادي الاهلي في 2021 اتخذ قرار من اجل تكافؤ الفرص ومنح فريق غزل المحله احقيه تامه ان هو يلعب مباراته في غزل المحله، الاهلي خسر المباراه بغض النظر عن الاخطاء التحكيميه، ولكن نتيجه المباراه لا يمكن ابدا انها تغير من مبدا النادي الاهلي. لو اتكرر الموقف ده في موسم ثاني ثالث ونعم مع نفس الفريق غزل المحله، قرار النادي الاهلي هيكون الموافقه على طلب فريق غزل المحله، عشان كده ده اسمه النادي الاهلي. لكن وارد جدا تقول ده اجباري، النادي الاهلي وافق لضغوط، وافق لان ده الطبيعي يعني توافق. الحقيقه نفس الموقف ده حصل بين نادي اسوان ونادي الزمالك، وما كانش فيه برضه اشتراطات امنيه لنادي اسوان. مباراه اسوان والزمالك كانت في الجوله التاسعه وكانت في الدور الاول. نادي اسوان طالب بفكره تبديل مباراتي الدور الاول مع الدور الثاني على طريقه الاهلي وغزل المحله، لكن اصطدم نادي اسوان ان نادي الزمالك استخدم حقه. حقه في ايه؟ مشكلتك كنادي اسوان حلها بعيد عني، انا مش هروح لك اسوان، ودي فرصه بالنسبه لي ان انا ما سافرش اسوان، لان لما بسافر اسوان بحقق نتائج سلبيه. فرفض نادي الزمالك، فقرر اتحاد الكره ان يكون المباراه يوم 23 يناير على ملعب بطرس بورت. لما قال مباراه اسوان والزمالك باستاد بطرس بورت، قررت اداره المسابقات بالاتحاد المصري لكره القدم اقامه مباراه اسوان والزمالك المقرر لها الخامسه من مساء السبت 23 يناير الجاري ضمن فعاليات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز باستاد بطرس بورت بدلا من إقامتها باستاد أسوان. إذن
لما الموقف تكرر او تشابه مع نادي الزمالك حصل ايه؟ حصل نادي الزمالك قال لا انا مش هروح اسوان طالما مفيش اشتراطات امنيه، النادي الاهلي راح غزل المحل. كابتن عيفة نصر هيشوف ده؟ لا مش هيشوف ده. البعض خرج وقال بعد مباراه اسوان الموسم الماضي حصل نفس الازمه عند فريق اسوان، وفريق اسوان طالب، هو اللي طالب يلعب النادي الاهلي في القاهره لان كان في ازمه ماليه بيتعرض لها فريق اسوان. اللي حصل ايه؟ ان النادي الاهلي وافق خلاص، ده موضوع يخص مصلحه اسوان التواجد. طلع بعض الاعلاميين اتكلموا عن فكره ان اصل النادي الاهلي دفع اقامه كامله لفريق اسوان وده ما يصحش، ويا ترى فريق اسوان هيرد الجميل للنادي الاهلي على دفع الاقامه الكامله. وكان في اتهام واضح وصريح والغريب انه معلن على شاشات فضائيه ان في مجامله من النادي الاهلي او في ديل بين النادي الاهلي ونادي اسوان، فخرج مسؤول في نادي اسوان يتحدث عن الازمه اللي خلته او دفعته ان يلعب مباراه الاهلي واسوان في القاهره. نطلع نشوف الفيديو عشان نرجع نعقب. النهارده نزل جدول المباريات المتبقيه من الدوري بملاعبه بتواريخه، فلقينا ان مباراه اسوان والاهلي ستقام في القاهره، فهل في كواليس او في اسباب؟ والله يعني مجلس اداره نادي اسوان برئاسه اللواء احمد سليمان ناقش بعد المباراه اللي فاتت الظروف ان احنا رجعنا لاسوان، للاسف لقينا معظم يعني معظم الهيئات والمؤسسات اللي بنتعامل معاها في خلال وجود الفريق في اسوان صعب، ويعني في 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 يعني صعوبه في التعامل معاها، وشايفين ان الامور بتصعب معانا اكتر واكتر. اولا من المشكله اللي حصلت المباراه اللي فاتت واللي اتهمت فيها اسوان ان بتاعه الاداره بالظبط دي ممكن تحصل في ماتش وانت كسبان فيه مظبوط يبوظ عليك المباراه. فخاطبت اتحاد الكره قلت له ان احنا هنلعب في القاهره فاختير ملعب بترو سبورت النهارده من جانبكم، مفهوم؟ دي مشكله الكهرباء. تمام. الفكره الثانيه المباريات بدون جمهور، بنطلع بره مبارياتنا بره اسوان نلاقي جمهور ونلاقي ناس بتدخل الامور، نيجي في اسوان نلاقي فيه تشديد كانك داخل امتحان ثانويه عامه. ثالث مشكله مشكله الاقامه. أيوة. ان اقامتنا في القاهره ارخص من اقامتنا في اسوان بالظبط. كان في تواصل بين اللي احمد سليمان والكابتن احمد نجاز. تمام. والنهارده استقرينا بعد ما اداره بترو سبورت وافقت ان احنا نخوضها كلهم اربع مباريات يعني. ايوه وافقوا ان احنا نخوضهم، فاحنا هنخوض باقي مبارياتنا. ممتاز. طيب ممكن الناس تستغرب ازاي الكابتن مصطفى امين المشرف العام على فريق اسوان يقول الاقامه في القاهره ارخص من الاقامه في اسوان. هو كان وضح طبعا في باقي المداخله ان هو لما يروح اسوان يلعب مباراه وثم ينتقل القاهره يلعب مباراه ثم يعود تاني لاسوان، هي دي بتحدث تكلفه اعلى من فكره ان هو يعمل معسكره في القاهره ويلعب الاربع مباريات في القاهره. فكان قرار اسوان هو البقاء ولعب المباريات في القاهره، وطلب من اسوان ان هو يلعب الاربع مباريات في القاهره بما فيهم مباراه النادي الاهلي. لكن بعض الاعلاميين راحوا لسكه النادي الاهلي فقط لا غير، ومجامله وديل تم بين الاهلي واسوان. في مداخله ثانيه خرج فيها المشرف العام على الكره في اسوان وهدد بفكره ان هو سيشتكي هذا مقدم البرامج. طلع مقدم البرامج للاسف لما تهدد اعتذر لنادي اسوان فقط لا غير، برغم ان الاتهام كان يخص الاهلي واسوان، لان لو اسوان قبل ان هو النادي الاهلي يدفع له فلوس الإقامة فبالتأكيد الأهلي متهم بأنه بيدفع، ولكن هي دي طبيعة الحال من بعض الإعلاميين اللي بنشوفهم على بعض الشاشات. ولكن الصورة عشان تكون كاملة، النادي الأهلي دايما في مصلحة الفرق الأخرى ودايما فطبعا مصلحة الشخصية الأول، لكن تكافؤ الفرص النادي الأهلي دايما بيرحب بيه ولا يتعامل ببراجماتية زي ما قلنا. على فكرة لهواة الأرشيف نصيحة، تحتفظوا بالفقرة دي لأنها بترد بكل الطرق على فكرة الأهلي ما بيلعبش في الإسماعيلية. ولكن بما أن الكلام كان عن فكرة العدالة في توزيع المباريات، العدالة في توزيع المباريات هو مش عدالة بس في أماكن لعب المباريات، هو عدالة في أشياء كثيرة جدا. عشان كده نشوف إزاي كانت العدالة دي أحيانا بتكون بشكل مختلف بين الأندية على لسان رئيس نادي الزمالك اللي كان بيوصف ازاي اتحاد الكرة كان بيحاول يساعده كفريق مصري، ربما ده ما كانش بيحصل بنفس القدر مع النادي الاهلي. نطلع ونشوف الفيديو. جد المهندس احمد مجاهد انا شايفه بالنسبة لنادي الزمالك لم يتأخر في طلب لنادي الزمالك نيابة عن اتحاد الكرة، دي نمرة واحد.
اما بيبقى في مباريات زي اللي كل الناس بتقولها برضو انا احب ابقى واضح وبوضح الحقائق بصرف النظر مين هينبسط ومين مش هينبسط. بس دي حقيقه او فاكت لازم اقولها ان مثلا في حكايه اما كان في مباريات مضغوطه لنادي الزمالك لا احنا اتسالنا واحنا بالتالي سالنا المدير الفني بتاعنا وكان رايه ان انا اكمل المباريات. طبعا كل من يعني احترامي للجماهير منقطع النظير بس هو بيبص لها من وجهة نظره انما مستر كارتيرون كان بيبص لها من الناحية الفنية البحتة. هو عايز لعيبته تبقى على نفس المنوال شايف ان لعيبته ماشية كويس فعايز يخليهم يكملوا بنفس المستوى مش عايز يعمل قطعات. ثم بعد ذلك هو حاسس انه هيحط بريشر او ضغط عنيف على الاهلي طول ما هو كسبان منه أبناط كتيرة فبتبقى رؤية فنية. أنا لابد أن أنا أحترم الرؤية الفنية بتاعت المدير الفني. ما نحن جايبين مدير فني ليه؟ يعني لو أنا اللي هدور الكرة ودور الباسكت طب خلاص أنا أنزل أدرب 18 لاعب. لا بنحترم أراء المديرين الفنيين وبأكد لحضرتك علاقتنا كويسة جدا وممتازة والناس بس يعني مش مفروض أن أنا ليه إحنا بنتكلم في الفيديو ده؟ هنا الموضوع مش شأننا في نادي الزمالك خالص ولكن شأننا إن في البداية كان مبرر كابتن عفت نصار في الاتهامات اللي أكلها للنادي الأهلي أو اتهموا بيها كان إن اتحاد الكرة وإن مفيش دواعي أمنية فبالتالي اتحاد الكرة بيوجه على لسان المسؤولين أهو إن اتحاد الكرة لم يكن يتأخر أبدا واتحاد الكرة بالتالي لو هو اتحاد الكرة عنده تربص ما كانتش هتكون دي مواقفه. أعتقد ردينا في كل الجزئيات اللي شمالها الكلام ورسالتي تاني لمقدم البرامج من حقك تستضيف أي ضيف إحنا عمرنا ما بنعقب في ده ولكن في كلام يا جماعة بيخرج خارج إطار المسؤولية المهنية والإعلامية وبيزيد الشحن والتعصب خصوصا إن هو بلا أي منطق ومجرد كلام مرسل. نشوفكم بعد الفاصل والأهلي خط أحمر. اهلا بحضراتكم من جديد. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن مفهوم العداله عند الكابتن عفت نصار اللي كان شايف النادي الاهلي فقط لا غير فمنحناه رؤيه على الجهه الاخرى ومنحناه كمان تصحيح لمعلومات او كلام مرسل اتقال بس الكلام المرسل كان لازم نكمله بعد الفاصل لان الكابتن عفت نصار راح لسكه تانية خالص راح لسكه ان هو بقى خلاص هيتكلم عن مفهوم العداله عند كل الأندية والمرة دي حط الأهلي مع الزمالك في كفة فتعالوا نشوف الفيديو ونرجع نعقب. أنا حضرت حاجة رحت اتفرجت على ماتش بيراميدز والبنك الأهلي في ملعب اتحاد الشرطة. اتحاد الشرطة. تخيل أنا صعب عليا اللعيبة. صعب عليك يعني الاثنين ولا لا صعب عليا أكتر لعيبة بيراميدز. النادي عنده إمكانيات كبيرة جدا لعيبة كويسة جدا وكلهم مش عارفين يلعبوا. الملعب صغير الملعب فيه نقر كتير جدا هل نساوي ده بفرقه بروح قبل المباراه انا برش الملعب بطريقتي ملعبي مش ملعبي انا اللي بتحكم في كل حاجه هل ده ينفع فين العداله في كده والله لو بتتكلم على مفهوم العداله فالمفترض هل الملعب ده قابل ان هو يواجه عليه او فريق الشرطه قابل ان هو يواجه عليه كل الفرق باستثناء الاهلي والزمالك لان معروف الاهلي والزمالك لهم شعبيه جارفه ولهم جماهير ولهم امور الامن يفهمها جيدا ويعيها جيدا وبناء عليه في قبل الفاصل قلنا بعض الملاعب اللي النادي الاهلي ما ينفعش يلعب فيها هو ونادي الزمالك ولكن تعال نشوف ملاعب تانية كان يمكن للنادي الاهلي يلعب فيها برغم ان الملاعب دي موجوده خارج محافظه القاهره وبرغم انه منافس النادي الاهلي من محافظه القاهره الا ان النادي الاهلي وافق على قرار اتحاد الكره بناء على طلب نادي البنك الاهلي بلعب المباراه في اسكندريه برغم ان كان في معلومات من هيئه الارصاد الجويه ان الامور هتكون في حاله من السوء في الفتره دي ومع ذلك لعبنا ده انا اليوم ده ما طلعتش من باب الاوضه ده كان حاجه صعبه جدا تعطلت كل شيء في داخل اسكندريه ودي صور من المباراه بين الاهلي والبنك الاهلي البنك الاهلي قرر ان هو يلعب لا مش اوروبا طبعا قرر ان هو يلعب في الماكس لاسباب وفي اسكندريه لاسباب متعلقه بوجهه نظر وقتها المدير الفني الكابتن محمد يوسف لفكره ان هو يلعب في ملعب حدوده ضيقه فيبقى قادر ان هو يعمل اللو بلوك بشكل جيد وبالفعل النادي الاهلي
فقد لاعب مهم وقتها كان عامل انطلاقه الكابتن وليد سليمان في كل اوقات مهم، ولكن وقتها كانت انطلاقته قويه جدا، وكمان فقد نقطتين ورحنا لعبنا في اسكندريه وما اتكلمناش عن فكره هو احنا ليه رايحين نلعب في المكان ده، برغم ان الفريق اصلا قاهري، برغم ان اتحاد الكره لما وافق كان النادي الاهلي ده اللي بروز كل القصه، ان الموضوع متعلق بالموافقه الامنيه اللي تقول الاهلي يلعب فين وانت بتتكاتف هنا، زي ما بنقول فريق قاهري عايز يستغل الظرف، طالما سمح لي ان هو ده خلاص حاجه مش بتاعتك كاهلي ومش قصتك، انما انت بتيجي كانت في ظروف انا باكد ان هي كانت صعبه جدا، وكانت يعني نادرا ما تمر ظروف الجويه تكون بالشكل ده. وعلى فكره افتكرت كمان، فاكر اصابه عمرو جمال كان برضو الرباط الصليبي كان في ملعب في الصعيد اعتقد، وهنا كان مباراه يسمح ان المنافس بتاعك يلعب في الملعب ده، فانت رحت لعبت ما كانش عندك اي تحفظ، وكانت قضاء على مستقبل عمرو جمال، اثرت على مسيرته بالكامل. اذا هنا يا جماعه في معطيات لازم تبقى عندك وانت بتتكلم. بس تعالى بقى انا اقول لك موقف النادي الاهلي نفسه على لسان مدير الكره كان رأيه إيه، رغم أن الظروف ورغم أن فريق قاهري ورغم أن أنت رحت تلعب في محافظة تانية وما فيش مبرر في الجو ده أن أنت تنتقل تلعب فيها وأنتوا الفريقين جنب بعض في القاهرة، ولكن كان مدير الكرة بيصرح بالآتي. ليه فرقتين من القاهرة ألعب في اسكندرية في المكس؟ ليه؟ والله بص، يعني انا برضو من الحاجات اللي مقتنع بها تماما، يعني هو ده ماتش البنك الاهلي، عايز لعبنا في اي مكان هو حر، يعني ده ماتشه هو حر في اختياره، عنده ملعب وعنده اثنين وعنده ثلاثة، بيختار الملعب اللي يناسبه او اللي المتاح بالنسبه له والافضل بالنسبه له، مفيش مشكله، ده ملعبه او دي مباراته، يعني مش هشغل نفسي بيها لان حق من حقوقه، كل اللي عليا ان انا نحضر فرقتنا بشكل كويس ونستعد للمباراه بشكل كويس، ان شاء الرحمن نكون في الميعاد والتوفيق بيكون حالفنا باذن الله. تفتكرونا بنقول كلام مرسل ولا كلام مجرد ان احنا بندافع عن النادي الاهلي؟ لا، ده مسؤول بجد، طالع بعد المباراة في ضغط النتيجة وفي ضغط الظروف وبيتكلم، لما اتقال له الملعب قال طالما حق الفريق وتوافق له أنا ما علقش على ده ولا أخده. ممكن أتناقش في أسبابه وتأثيره فنيا ده حقي، إنما في فكرة إن ليه فريق قاهري يوديني اسكندرية، خلاص سمح ليه، هو ده النادي الأهلي. وهي دي الفقرة اللي حبينا نبروز فيها إن فعلا النادي الأهلي بيفكر بشكل مختلف. اسكندرية أبعد من القاهرة ولا اسماعيلية؟ اسكندريه ابعد من القاهره؟ لا، اسكندريه ابعد للقاهره من الاسماعيليه. تمام، ولكن النادي الاهلي خد يعني موافقه فريق قاهري ان هو يلعب في اسكندريه، راح اسكندريه، فلو نادي الاسماعيلي جاب موافقه امنيه ان النادي الاهلي يلعب في اسماعيليه، بالتاكيد هتشوفوا الرد اللي انتوا سمعتوه من كابتن سيد عبد الحفيظ، هنلعب في اي ملعب طالما في موافقه امنيه وطالما المنافس من حقه اختيار الملعب اللي يلعب فيه، فبالتالي لازم نكون عارفين مسؤوليات النادي، النادي مسؤول عن جلب موافقة أمنية لمواجهة المنافس على ملعبه، فبالتالي الإسماعيلي ما بينجحش في تحقيق ده والنادي الأهلي هو اللي بيدفع ضريبة ده، وبيجي يقولوا النادي الأهلي ليه ما بيلعبش في إسماعيلية. لا، وما تنساش إن النادي الأهلي كمان مش بس كده، عنده القدرة إنه يجي يقدر الإسماعيلي يلعب في القاهرة وما بيعملش ده، وده دور زياده فارس. ده في موقف الباص بتاع النادي الاهلي اتحرك في طريقه لاستاد غزل المحله، كابتن سيد عبد الحفيظ قال لك جالنا تليفون واحنا على الدائري اطلع على اسكندريه المباراه هتتلعب هناك، فتغيير المباريات دي النادي الاهلي تماما بيمتثل للقرارات وما عندوش ادنى مشكله في اي ملعب. والله يا اسامه ده نموذج لفكره ان ازاي انت تكون عارف انك نادي مسؤول ونادي عليك دور مجتمعي ودور لمساعده الكره المصريه، والله لو كل الفرق وكل المسؤولين عندهم نفس الوعي لكان حال الكرة المصرية هيختلف تماما وما كناش هنسمع الكلام اللي قاله كابتن عفت. نشوفكم بعد الفاصل، اوعوا تروحوا في اي حاجة. اهلا بحضراتكم من جديد، وباقي فقرات الاهلي خط احمر، وكالعادة احنا دايما هنا بنتناول ما يخص الاراء التحكيميه من كل الوجوه ومن كافه الوجوه، ودايما بيكون عندنا مستندات وعندنا تطبيق قانون وعندنا اراء خبراء تحكيم، لكن المره دي حابين نوجه رساله للكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام، مفادها ان الكابتن عصام عبد الفتاح كان بيشوف من وجهه نظره ان في مشاكل في الاخطاء التحكيميه،
وفي مشاكل في تدريب الحكام وفي مشاكل حتى في تطبيق القانون. فبالتالي المفترض الكابتن عصام عبد الفتاح لما يكون عنده لجنة هو رئيسها، يكون هو المسؤول عن اختيارات أعضائها، ويكون هو المطالب في بداية أكتوبر إن هو يعلن عن اللجنة. فلازم هنا نطرح تساؤل، التساؤل يا فارس، الناس اللي انت كنت شايف ان في اخطاء، ازاي انت بتستعين بنفس الادوات دي لتصحيح الاخطاء؟ بص، انت ككوتش ممكن تشوف ان الادوات ما كانش فيها مشكله ولكن طريقه ادارتها هي المشكله. لا، المشكله ان كان في اخطاء واضحه في حاجات كتير، وقفنا بالنقاط، وكابتن عصام عبد الفتاح اصلا عنده راي ان كان في قصور كتير جدا. فطبيعي ان اللي بنتوسمه ان كان يكون في تغيير للدماء، يكون في تفكير مختلف، يكون في سياسه واضح، انا جبت ادوات مختلفه اشتغل بيها عشان انجح. هنا كابتن عصام عبد الفتاح بيحط نفسه تحت ضغط، تحت مسؤوليه، ان اي خطا هيجي يتقال ما انت شغال بنفس الادوات اللي كانت بتخطئ. وهنا مشكله كبيره جدا لازم كابتن عصام عبد الفتاح يبص لها ويركز عليها. طيب، ده تساؤل من حيث تشكيل لجنة الحكام. عندنا تساؤل آخر من حيث مادة أثارت الجدل، ويمكن الكابتن عصام عبد الفتاح هيشارك معنا في إثارة الجدل حول فهم البعض أو فهم جماهير كرة القدم للمادة دي، اللي هي المادة اللي بتقول أو من اللي هي خاصة بشؤون الحكام وفكرة إعادة المباراة. إذا ثبت باعتراف الحكم في خلال 48 ساعة من نهاية المباراة وقوع خطأ منه في تطبيق قانون كرة القدم، تلغى نتيجتها بقرار إدارة المسابقات وتعاد. المادة دي طبعا كلنا بقينا عارفين ان هي موجودة من قديم الأزل، يعني هي مش مستحدثة، ولكن بما اننا بقينا او شريحة كبيرة من الجماهير بقت بتتابع باستفاضة فكرة اللوائح والقوانين، ورابطة الأندية اعلنت لوائح، فبالتالي الناس وقفت عند المادة دي، وطلع كل خبير تحكيمي يفسر المادة دي وفق ما يتراءى لي. ولكن لما يكون الكابتن عصام عبد الفتاح هو اللي بيفسر المادة دي، فلازم نقف هنا، لأن هنا هو المسؤول عن لجنة الحكام. نشوف تفسير الكابتن عصام عبد الفتاح، عشان بالتأكيد هيكون لنا تساؤل آخر غير تشكيل لجنة الحكام بعد ما نشوف الفيديو. طيب، في بند كده لما قريته امبارح قعدت اضحك شوية، ان لو الحكم اعترف بخطأ المباراة تتعاد. يعني لو في حكم جه مثلا قال انا غلطت في الكرة الفلانية في الماتش كذا، والكرة دي كانت مؤثرة، المباراة تعاد. بس طبعا على ارض الواقع يعني ما فيش حكم هيقول لك انا غلطت. يعني هي مصر كلها بتتكلم على البند ده. وعلى فكرة البند ده موجود منذ الازل، من زمان يعني. من زمان، بمعنى ان وعلى فكرة حصل من سنتين تم إعادة مباراتين في القسم الثاني. أيوه. اللي هو الممتاز به. أيوه. إن الحكم إدى إنذارين للاعب وما طردوش، فده خطأ في تطبيق القانون في عدم المباراة. مثل آخر، إن الحكم احتسب ركلة جزاء، وده حصل على فكرة في ليبيا الشقيقة من سنة في نهائي الكأس كمان. أيوه. في نهائي الكأس، إن الماتش خلص تقريبا 1-0 بضربة جزاء، والحكم كتب في تقريره، لازم الحكم يعترف، قال لك كذا صحيح اللي انا حسبتها. فاعيدت المباراه. يعني البند ده يا كابتن عصام موجود من زمان، مش حاجه جديده يعني. موجود عندنا في التحكيم من زمان يعني، بس ما حصلش عندنا في مصر ان حكم قال لك مثلا انا غلطت، ما حسبت دي غلط. يعني علمي الحقيقه منذ زمن بعيد، حقيقه فتره كبيره قوي حصلت من اساتذتنا طبعا وغوصنا زمان، حصل ده وتم الاعتراف بان مثلا في ركله جزاء ما تحسبش صح على حد علمي يعني، واعاده مباراه بسبب كده يعني. بس لازم الحكم يعترف بده في تقديره بعد المباراه. الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام لما جاء يفسر الماده طرح لنا تساؤلات واثاره من الجدل حول الماده، لان بعض خبراء التحكيم تحدثوا عن فكرة الخطأ في تطبيق القانون. هو المثال الأول اللي ذكره الكابتن عصام عبد الفتاح، مباراة في الدور الثاني بين المستقبل والنصر، كان الحكم منح إنذارين للاعب وما طردوش، فتم استكمال المباراة بلاعب المفروض أنه يطرد، والحكم كتب ده في تقريره، فبالتالي تم إعادة المباراة.
زي بالظبط لو فريق لعب 12 لاعب لفتره من الزمن، ده برضو في خطا في تطبيق القانون فبيتم اعاده المباراه. لكن فكره الاستشهاد بمباراه في نهائي الكاس في ليبيا عن حكم حسب ركله جزاء انتهت بها المباراه 1-0 ثم كتب الحكم او اقر ان هو اخطا في احتساب ركله الجزاء فتم اعاده المباراه، هو ده التساؤل اللي محتاجين اجابه عليه من الكابتن عصام عبد الفتاح، لان ده هيدخلنا في ازمه ان اي خطا تحكيمي الحكم هيكتبه تحت ضغوط خلال 48 ساعه ان انا بالفعل اخطات، لاننا شفنا حكام اعتذروا، والغريب ان الحكام كانوا بيعتذروا او بيعتذروا لاخطاء ضد النادي الاهلي، سواء حكم مصري طبعا كان بيخرج للاعتذار في اكثر من مناسبه لاخطاء ضد النادي الاهلي، او حتى حكم اجنبي جاء في مباراه السوبر الشهيره بين الاهلي والزمالك اللي انتهت بركلات الترجيح ركله جزاء ضد محمود حمدي الونش امام احد لاعبي النادي الاهلي في ذلك الوقت، ولم يحتسبها ركله جزاء، وبعد كده الحكم بعد المباراه شاف الفيديو وقال ان انا ركله جزاء وانا ما خدتش بالي. فهنا الاثاره للجدل يا فارس، يعني احنا جايبين الكابتن عصام فتاح يزيح عننا او يزيل عننا اثاره الجدل، اعتقد اثار الجدل. هو في شيء خطير في الشق الثاني من التفسير. ليه؟ زي ما انت قلت مباراه الخطا القانوني بمعنى لاعب كان المفروض يطرد وما اطردش، مش يطرد فنيا او القرار اتخذ انذار بدل طرد، لا ده الانذار الثاني فلازم يطلع لك طرد، انا اديتك الانذار الثاني وانت كملت جوه الملعب. هنا ده خطا في تطبيق القانون يستوجب اعاده المباراه، وطبيعي الحكم هيذكره في تقريره. عندنا واقعه لو نرجع ليها، وهنا يعني كان ممكن تطبيق البند ده عليها، كان مباراة الزمالك ونهضة بركان، كان جنش تقدم وعنده انذار في ركلات الجزاء، كان مفترض ياخد انذار تاني وركلة الجزاء تعاد، لا يا ركلة الجزاء اعيدت وما خدش الانذار التاني اللي كان الانذار التاني يستوجب طرده. فهنا لو كان الحكم، وعلى فكرة الحكم ما ذكرش في تقريره ففوز نادي الزمالك صحيح. ليه ما ذكرش في تقريره؟ احنا بنتكلم هنا اصل هو مش ناسي، هو مد يده على جيبه ورجع تاني بالظبط. احنا هنا بنتكلم عن تطبيق القانون، يعني الحكم لو ذكر في تقريره ان هو كان مفترض القانون بيقول ان في حالة تقدم يحصل كذا كذا، فطبيعي اللاعب كان هيبقى عنده انذارين ما خدهمش، اثر على نتيجة ركلات الجزاء فالمباراة تعاد. هنا عايزين نقول لكم ان حتى لو القانون في خطا فيه وفي تطبيقه والحكم ما ذكرش ما تعادش. ايه بقى الخطوره في الشق الثاني اللي قاله كابتن عصام؟ احنا عايزين بس قبل ما نعدي النقطه دي نوضح ان القانون اتغير، اصبح الان فكره اعاده ركله الجزاء، كان الاول وقتها اعاده ركله الجزاء وياخد الحكم انذار. طبعا ده وقتها كان الماده 10 عشان لو حد جاي بيراجع عن الماده دلوقتي. احنا بنتكلم وفقا لمعطيات طبعا القرار في الوقت ده. ولكن ايه بقى الخطوره في اللي اتقال؟ انت هنا عندك لو ركله جزاء، اولا انت عندك فار، فاذا الحكم طلع وشاف اللعبه وكون وجهه نظر فيها، اصبح هو داخل الملعب عنده القرار اللي خده جوه الملعب والقرار اللي رجعه في الفار. طب لو هو شاف الفار وايد قرار الفار ورجع بعد كده غير في تقريره تقييمه لقرار في لعبه مش قانون في لعبه، ده مش قانون، هنا ده ممكن يفتح باب كبير جدا من اللغط، ده انت في الملعب خدت قرار وفي الفار شفت ورجعت كتبت حاجه بعد 48 ساعه في التقرير. لا هنا هندخل في طبعا حاجه ممكن تبقى نسبيه غير مطلقه بالمره تتسبب في افشال المسابقه، على عكس الخطا في القانون واضح ما فيهوش اجتهاد. بالتاكيد يا فارس، ولكن عندنا ايضا لائحه فكره لو تم الغاء المسابقه. طبعا كنا بنصل لفكرة المواجهات المباشرة أو كان الجدارة الرياضية بنجيب عدد النقاط نقسمهم على عدد المباريات فبيطلع نسبة معينة أو رقم معين، النادي الأكثر حصولا على الدرجة دي هو اللي بيحقق بطولة الدوري. الوضع دلوقتي اختلف وقال لو تم إلغاء المسابقة تحت أي بند تحت أي ظرف هنصل أننا نشوف آخر أسبوع مكتمل ونشوف عنده ترتيب جدول الدوري. بمعنى لو المباراة أو البطولة تم إلغائها في الأسبوع 30 وفي فريق لعب 27 مباراة هنروح للأسبوع 27 ونشوف ترتيب المباراة. بالتالي أنا من وجهة نظري يعني إنها مش تفرق كتير عن بند الجدارة، وعندنا ثقة كاملة إن مسابقات الدوري لازم تستكمل لأن ده وجهة لكرة القدم المصرية، وصعب جدا فكرة الإلغاء. لكن إحنا عندنا برضو كابتن عصام فتحي فارس في قضية أخرى وحديث عن
أزمة الفار. هو ده يدلل على اللي احنا قلناه، وده يدلل على رسالتنا الهادئة لكابتن عصام عبد الفتاح، وهي ان هو يحسن اختيار سفرائه. اكيد الجملة الشهيرة اللي انت عارفينها، تعالوا نقيم كان شايف الفار ازاي الموسم اللي فات عشان نقدر نفهم من خلاله هو محتاج يبقى على اللجنة اللي كانت موجودة ولا يعمل تغييرات جذرية. نشوف الفيديو. فانا اقول لك حاجة اثرت بالسلب شويه على التحكيم العام الماضي، ايه هي؟ ان احنا اهملنا الجانب الفني، وكان الفار هو اللي هيصلح كل حاجه، كان الفار ملائكه بيصلحوا كل الاخطاء، وده غير صحيح. الحكم الجيد هو اللي لا يعتمد على الفار، اللي الفار يتدخل في اضيق الحدود في عمله، هو ده الحكم الجيد. عندك 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 كم حكم اللي انت بتتكلم عليه؟ هو فيه، بس احنا اهمال الجانب الفني ده ادى الى الحكم يبقى من جوه مهبل، فاكر ان الفار ده هو اللي هيصحح له كل حاجه. ما الفار ده حكم زيك، وممكن يكون انت احسن منه في تحليل الصوره. فمن هنا وقع بعض الاخطاء. يعني عندك كم حكم؟ بص يا سيف، احنا عندنا حكام كويسين، ولكن ما زال التحكيم المصري يحتاج الى صف ثاني، وده اللي احنا بنشتغل عليه. الصف الاولاني عندك كم واحد؟ عندنا يعني حكم الدوري الممتاز حاليا، يعني اي مباراه 12 حكم، اي مباراه يعني بقول لك اصعب المباريات 12، بنحاول يكون في 12 زيهم موجودين. كابتن عصام، احنا عندنا فقره فار روم هتمشي معانا على مدار الموسم، نتمنى حكام حضرتك ولجنه التحكيم ما يكونوش ضيوف كتير فيها، لان احنا اكتر نادي مستفيد من العداله التحكيميه، لأن قانون الدوري المصري هو النادي الأهلي البطل، إلا لو حصل استثناء ربما يحدث قليلا. نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بالحلقة، ونتمنى نشوف الأهلي دائما في صورة فيها انتصارات زي ما عودنا. نشوفكم الأسبوع القادم.